أهلاً أهلاً أهلاً، هو فين أشوفه؟ سيادة اللواء عبد السلام باشا شخصيا جاي يزورني. ايه بابا؟ اه حبيبي، اول مره زورني في ربنا يبارك ويبارك لي فيك. اهلا يا حبيبي، انا جايب لك مفاجاه كبيره قوي. جايب لك معايا السيد مساعد وزير الداخليه شخصيا، ومع بنته جولنار هانم. بس ايه يا بسوني؟ صاروخ يا ابني، صاروخ. يلا يا ابني تاني. يا بابا قلت لك قبل كده انا ما ينفعش اتجوز واحده ما شفتهاش قبل كده. اسمع يا ولد، دي فرصتك الوحيده عشان تتنقل من الوحله دي. وبعدين يا اخي تعالى سلم على عروستك، كفايه انهم جايين لك لحد عندك. يا فندم، ابني الملازم اول بسيوني ليه الشرف انه يجي يسلم على حضرتك. تمام يا فندم. هذا الشبل من ذاك الاسد. اهلا يا وحش، اهلا بسيوني. يا باشا يا ابني روح شوف عروستك. يلا صباح الخير. صباح الخير، سلام وقولا من ربنا رحيم. ايه انت شفت عفريت؟ ايه اللي بيحصل ده يا عبد السلام؟ دول اكيد بيلعبوا مع بعض يا فندم. اديني فرصه بس يا بسيوني. يا جماعه استنوا معايا يا حبيبي. بس يقول لك على حاجه في اللي حاجه ورايا. يا بسيوني واللي بيسني يا بسيوني يا حبيبي. الاب اقول لك استنى بس اقول لك على حاجه. لا اتاخر قوي يا عبد السلام. اكيد يا فندم بيتعرفوا على بعض. البنت اتمرمطت. ابنك عمل في البنت ايه يا عبد السلام؟ مش عارف يا فندم، اكيد في سوء تفاهم. سوء تفاهم؟ انا من دلوقتي هتبقى في سوء معامله بعد كده. اشرح لك بس يا فندم، يمكن في اسباب نفسيه. نفسيه ايه؟ بلا نفسيه بلا كلام فارغ. يلا يا بنت قدامي. يلا يا بابا والنبي اديله فرصه ثانيه. بلا فرصه بلا كلام فارغ. يلا اركب العربيه ولا نشيل التقدم. والنبي يا بابا ده جميل وشبه قاتل الساير يا بابا. يلا يا بنت، يلا الجري قدامي. انت اكيد مش وعيك. ايه اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مساعد وزير الداخليه، عارف يعني ايه؟ والله لو الراجل جاي لوحده كنت شلته على راسي، لكن جايب لي ولاده كلهم اتجوزهم. يا ابني ده دفعتي وانا عارفه كويس، ده راجل عنيف جدا ومش هيسمح لاي حد يكسر قلب بنته. طب بابا انا راضي ذمتك، دي فيها ايه الكسر؟ دي كلها سفنج. انت حر بقى، بس تعمل كل اللي يجري لك. بابا ده ممكن ينقلك حلايب شلاتين ولا حتى السلوم. ليه يعني يا بابا؟ هو جوازي من الجورنان دي يعني مهمه قوميه؟ بعدين انت قلت لي صاروخ ودي طلعت قاعده صواريخ. الله، ده بقى يا فندم الرجل المناسب في المكان المناسب. تاريخ مشرف من العمليات الناجحه، اقوى شخصيه في دفعته. بيخدم فين الولد ده؟ في الارياف يا فندم. لما هو كفاءه وجامد كده مش كنا احنا اولى بيه؟ ده من حسن حظنا يا فندم انه بيخدم في منطقه مقطوعه، عشان لما نزرعه في وسط العيال دي وشه ما يبقاش معروف خالص. انت شفت الولد ده؟ ها؟ ويا ريتني ما شفته يا فندم. بصراحة أنا أول ما بصيت في وشه خفت. جسمي أشعر لدرجة إن أنا فكرت أغيره ليكون أكبر من المهمة. بالعكس، واد زي ده هو المطلوب بالظبط. أنت شوقتني أشوفه. يومين اتنين يا فندم وإجراءات نقله تتم خالص. أنت لسه بتحبني؟ وأفضل أحبك طول العمر. بحبك. أوباش. مسك ايديها. نكبس عليهم بقى ونعم يا فندم والنبي. اصبر يا زفت. خليهم يسخنوا على بعض شوية. هنا نتفرج. أنا مش عارف الحياة من غيرك. كنت هقضيها ازاي؟ ما تخلص يا عم الرومانسي، ما تتعبناش. إحنا في صحراء مش في جنينة الأسماك. حنين عليا طول عمرك. أنت لا مؤاخذة يا باشا. أوباش كده سخنوا قوي. نهجم عليهم بقى يا باشا. يا ابني مفيش تلبس كده، كبيرهم محضر راغي في الطريق العام. أنا من يوم ما عرفتك. انت فين يا استاذ حازم؟ هل تسمعني؟ حاول حاول الاتصال في وقت اخر. حاول. انا نجدت يا حيوان. ايوه يا ابيه، ده الجهاز بيترعش من الفرح. حازم، تعرف الواد دفعتك اللي اسمه بسيوني عبد السلام بسيوني اللي بيخدم في الارياف ده؟ طبعا يا باشا. عاوزك تجيبه لي من تحت قطيع الارض، ما تدخلش مكتبي الا وهو في ايدك. تجيبهولي حياً أو ميتاً. علم يا سعادة الباشا. يلا يلا. طب والتلبس ده يا باشا؟ يا ابني سيبك منهم، دول عاملين لي فيها تمر وشرين. يا راي يلا. بابا معاك. أهلاً أهلاً، تأخرتوا ليه يا أولاد؟ عشان عمو ده لونا وصوت. برافو يا حبايبي. أنا مالي يا بابا إذا كانت انهارت ولا دخلت مستشفى ولا انتحرت حتى، ما تنتحر في 60 داهية. إيه؟ عملية تجميل؟
بابا هات لي جراح في مصر ممكن يجازف انه يشتغل فيها. هيشفط ايه ولا ايه؟ احنا لحقنا ابوها ينتقم، وبعدين ينتقم بقى، احنا ما بيهمناش حاجه يا بابا. ثانيه واحده يا بابا ودني. بابا اقفل عشان شكله فعلا هينتقم. بقول لك ايه؟ حازم بسيوني الله يحرق سنينك. انت فين يا ابني؟ فاكر يا ابني لما كنت بغششك في الامتحانات؟ وكنت بسقط. والله وحشتني بس. والله وانت كمان. طب فاكر يا ابني لما كنا بنفك لك السرج من تحت الحصان وانت بتنط الحواجز؟ رقبتي كانت هتتكسر، بس مش فاكر يا باشا. برضه مش فاكر، انت صعبت عليا. بنسى الحاجات دي. والله وحشني. وانت كمان يا بسيوني. قول لي يا حازم بالحق، انت يعني ايه اللي فكرك بيا؟ والله يا باشا انا جاي اقبض على حضرتك يا سيدي، على الهزار واللطافه. جاي اقبض عليك يا بسيوني. جاي تقبض عليا انا؟ بجد بس. لا والنبي. اديني بقى ايدك الشمال. ومين اللي جاب لك الكلبشات دي؟ دي جايبينها لي هديه في عيد ميلادي. الف لا بأس. يا حازم بلاش هزارك الغبي ده وفكني. افكك ايه يا باشا، ده انت شكلك عامل مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه، كل اللي حصل انا احكي لك ان انا رفضت اتجوز جورنان، عايزين ينقلوا لي حلايب وهتمرمط. يا باشا لا فيها جورنان ولا حلايب، ده موضوع اكبر من اللي انت بتقوله. قال لي هتقوله حيا او ميتا. يا عم ولا اكبر ولا حاجه، انت عارف الموضوع ده حله ايه؟ دبله وبوكيه ورد. فكني بقى يا حازم. ورد ايه يا ابني؟ انت اطلع قدامي. اتفضل. يا فقر. ده الباجور بتاعي، جبته مخصوص معايا من مصر عشان اي لحظه فشل اولع في نفسي واخلص. سيبك من الكلام ده، عايزك معايا. ايه عايزك؟ ايه معايا؟ اخيرا سبتي مشاعرك تاخد راحتها. انا كان قلبي حاسس اول ما جيت دبي وشفتيني، عينك بزت عليا كده وقالت فوزي بام وراحت راجعه تاني. مش وقت هزارك يا فوزي، يزيد عمال يكسر في اوضته. الواد يزيد انا مش مرتاح له، مش حلو الواد ده من جوه. فاكره اما لسعني بالقلم على السفره اول يوم اجي فيها؟ انا احنا عندنا في مصر اللي يضرب عمه تطلع امه في ليلتها. تعالى معايا نهديه، ده عدم مروح باباه معاه البيرنتس ده مأثر فيه جدا وعامل له ازمه نفسيه جامده. عامل له ايه؟ ازمه نفسيه. اوعى ابن اخويا انا عنده نفس ازميه. ايه ده؟ مالك يا زين؟ طب يا زيد يا حبيبي هاجي لك وقت تاني، شكلك مجنون دلوقتي. باي باي. ما شاء الله دي طايره يا ولا. طايره يا خالتي، انت بتصدقي في الكلام ده؟ اسكتي وقت ما جاي بعيد. يلا اتكل انت على الله، يلا ما تنساش تيجي الساعه 6 عشان راح الجيم. سلام. لا هتنساعيني هرجع عليك الميه. ايوه انزلي روحوا له انتوا الاثنين، هو في الحمام بيستحمى دلوقتي، خلوا منه الصابونه، انت حته اخوك حته، وقفلوا عليه لحد ما يموت. اهلا. السلام عليكم يا ستي. وعليكم السلام ورحمه الله. قطة. اهلا. الريحه اللي دخلت المكان دي في حاجه عاوز. الواد ده مين؟ الواد ده حمدي ابن اخت. حمدي ابن اخت بتعرفيه؟ ده برسامجي مدمن مخدرات. وصايع كمان. ايوه رانيا مصرف بتاعت العجمه تعرفها؟ ايوه ده صايع. طلعوه بره. ليه يا ست؟ انا عملت حاجه؟ الواد ده عليه مارد ونوع وحس بيتبرز في المكان. بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. انا عارفه. يا واد بتقول عليك مارد بيتبرس اخره. ماشي يا خالته، ما اشوف اخرتها هتين عليك يا حبيب. ايه موضوع الوليه دي يا بشاندي؟ نصبه زيك ولا ايه؟ لا يا استاذ حمدي، ده بجد، دي وليه مبروكه. انا هعرف اذا كانت مبروكه ولا الله يبارك فيك. اللي عليها حضروا. مالك يا خالتي نوسه؟ اصل عامله التليفونات كلها على الفايبريشن، اما بيرنوا مع بعض بيبهدلوني. الو. ايوه يا مدام سوكار. ايوه احنا اللي نقوله نعيده. قلت لك خلاص جوزك ده هبهدلهولك، صدق بالله هجيب له تبول لا ارادي. يبقى قاعد كده لا ارادي يتبول قدام الناس. كيس قهوه بس انت ساعديني، هاتي لي حاجه من قطره.
يا ست انت فانيلة او سراب ايه ده؟ كان زمان في الفلاحين الكلام ده. انا عايزه حته من وده قطع الحته اللي من تحت الطريه دي لتحت القرقوسه. ايوه وانت خارجه تضربيه بالسكينه ببطنه، الدم بيعمل معانا سخن. ايوه لا لا ده انت اختي. طب يا حبيبتي بالسلام بالسلام. قطع النسوان ودوستهم. ازيك يا بنت يا سعاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا نوال؟ عرفتي ياسمين ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ايه اطلع لكم روحي واكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والصون. مايكل. يس. الو ورز عقد. عقدك ده؟ نو ات از نوت. يا ولية اتأكدي. لا يا ستي مش عقدي. امسك. انا قايله لك انت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا، ما شفتش خلقتك هنا تاني. كم هير كم هير. في داهية. اصل ده خواجة طاري. بص العفاريت البيضة زي الفراخ البيضة ما تبقاش جامدة. انا دلوقتي هجيب لك اصل الشغلانة، شغال معايا بقاله 35 سنة. جامايكا. منو يا ماما؟ حظك حلو صاحي. جامايكا. منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص، هم جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي هتعبيبي ايه؟ جامايكا. منو يا ماما؟ تعالى تعالى. فين العقد؟ منو يا ماما؟ عقدك ده؟ ايوه عقد يا اخويا. جدع يا جامايكا. منو يا ماما؟ دقيقة واحدة تاكل؟ منو يا ماما؟ بيموت في الجبنة النستو بيحبها حب. معاك حد؟ منو يا ماما؟ طب خد فرقوا على بعضيكم. منو يا ماما؟ بالسلامة. منو يا ماما؟ أصل هم لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير. عشان تسمعي كلام أمي. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ أنجو ويجا ماما. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع ما أقولك، أنا اللي ستره ربه ما فضحوش، بس أنتوا عشان حبايبي أنا أعمل لكم أوبشن. بص انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه، لو هو اللي سرقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سرقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور. ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره كده، زعلانه ومتنكده، لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي ونبي من عيله وعيله حلوه كمان، ابوه زعبلاوي وبلاوي. أيوة. بلاوي ابوه. اه شايفاهم قدامهم. ابوه بيقيس حاجه طول النهار، بيشتغل في المساحه. ترزي حريمي. ايوه يعني بيقيس يعني. لا الناس محترمه قوي يا سعاد، ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي. خدي يا اختي فضله خيرك حاجه كده على قد ما اقصد. ايه يا وليه ده ما عندكيش نظر وانا محتاجه فلوسك؟ مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنسه؟ بلاش دول، قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الصحن جوه؟ يلا يا حبيبتي هاتي بيهم ترمس. ربنا يخليكي يا يلا. جامايكا. منو يا ماما؟ طب كويس انا بطمن عليك احسن، قالوا لي في مطر في اثيوبيا. معلش احنا اسفين على الموقف البايخ ده. لا يا فندم مفيش حاجه، احنا خلاص هنبقى اهل. جرنان اخبارها يا فندم؟ انت هتبتدي على ماذا؟ ما خلاص قلنا احنا اسفين، عاوزك بقى تصحصح معايا تشد حيلك. هشد حيلي واصلح غلطتي تماما يا فندم، يعني بس كان ليا رجاء عند حضرتك، بلاش حلايب، انا اساسا تعبان في الارياف. انت باين عليك متعب ولبط، ايه اللي انت شايله؟ دي حاجه بسيطه يا فندم، ان شاء الله الف سلامه على بنت سياده مساعد الوزير. هي عيانه؟ وحضرتك ما تعرفش؟ عندها ايه؟ صرع يا فندم. ايه؟ صرع يا فندم، صرع. الف سلامه للهارم الصغير يا فندم، ربنا يشفيها لساعتك. مش ده مش ده ورد ايه وهاني مين؟ ايه التهريج ده يا نجده؟ ده حاجه بسيطه يا فندم، ده انا الود ودي كنت اشتريت جنينه بحالها لبنت سعادتك. مالها بنت؟ هي مش عيانه يا فندم. مين اللي قال لك كلام الفارغ ده؟ الضابط بسيوني يا فندم. والله ما اعرف يا باشا انك مخلف اساسا. هو لعب عليك يا نجده، باين عليه لبط فعلا زي ما بيحكوا عنه. شايف سعادتك؟ شايف نظرة الشر اللي في عينيه؟ صقر يا فندم صقر. خلاص خلاص أنا متفائل بيه والوزارة كلها متحمسة له، بيقولوا إن ده هو الشخص المناسب. أنا عايز نتائج مبهرة، التزموا السرية التامة. ها جاهزين؟ تمام يا فندم على بركة الله. شفت زمانها جاية. أعمل إيه؟
الاول كده ايجار البيجامه 5 جنيه ليه بيجامه مين يعني بيجامه ابويا يالا انتوا بتوزعوا بيجاماتي ليه معلش يا عم اصل انا ابويا وامي اتطلقوا فمضطر يعني ابات عندكم هنا النهارده والله يا ابني كان على عيني بس احنا ما عندناش عشاء اوبا سوري يا جماعه تتدبر تتدبر تعالى تيمور يا بابا ربنا يخليك 5 جنيه دي وخد صحابك وروحوا اتعشوا كشري كشري ب 5 جنيه ده انا ما اديهاش للواد اللي بينقي العدس ولا فوده اكله روشه تكلف كام 172 جنيه هات 200 جنيه يا بابا كام؟ مش عايز خلاص خد تعالى تيمور يا ساتر عليك هات يا بابا هات ربنا يخليك ايه رايك يا شباب؟ نريح ونطلب دليفري لا ليه؟ على جثتي الدليفري ده يخش بيتي ماشي اقول لك حاجه يا تيمور ايه؟ هات الفلوس دي ويلا ايه ده؟ خد صحابك ويلا من هنا ايه ده؟ يلا يلا يا حبيبي انا جاي اقعد جنب ابوك لغايه ما يسرح هو صايع ولا ايه؟ يلا يلا يا بابا الاحراج يلا تيمور ابوك شكله واقف في الوليه بجد انا عارف طب هتعمل ايه يا معلم ولا حاجه هو مش عايز نوسة سيبهولي بس المهم زي ما اتفقنا عايزه يترعب عايزه يكره اسمه نوسة ده مش انا سيبها ابويا يتجنن ها سلام بقول لك إيه؟ خلي بالك على نفسك من ابوك طب استهبل يلا ولا ايه وانت نوسة يعني لا ما تخافش عليا يا حلوه يا قطه طب يلا يا قط هي دي الحقيقه بولا يا ودي بولا بولا بس بس يا بولا ان 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 بخص عليك يا ببلو في ايه شفت تمساح ايه ده هو انت هنا؟ امال هناك؟ قصدي دخلت ازاي؟ انا قافل الباب بايدي لا بيبان ايه؟ انت لو قفلت المحافظه احنا ندخل من اي حته عيب تقول كده؟ على العموم انت منوره ربنا يخليك يا بيبي لا حقيقي نورت البيت طب مش هقعد شويه ولا هفضل منوره كده؟ طبعا اتفضل الله يخليك الله يخليك بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله يا ببلاوي بيتك زي الزفت نعم؟ والله مش عشان انت واقف انا ما بجملش يعني يا ستي ما هو بيت راجل من غير ست وبعدين انا عندي ابن ربنا ياخده ولد همجي معفن شباب بقى ما احنا كنا شباب ولا انت مولود كده تشربي حاجه ولا تتعشي تتعشى وانت عندك لقمه ما انت لسه مسرب العيال قلت لهم انزلوا تعشى بقول لك ما تركزش عشان ما تهيسش معايا هجيب لك دليفري ربع ساعه والدليفري يبقى موجود يا سلام دلوقتي حبيت الدليفري ما انت من دقيقتين ما كنتش طايقه طيب اتفضلي استريحي والله انا محروقه مكسوفه منك اصل اول مره اروح لراجل عازب في بيته وانت كمان خارج لنص في ملط وركبك ما شاء الله معضمه زي الجمل اللي بيجري في الحبشه ده عارفه اللي في الحبشه فانا تلاقيني كشه يعني لا مفيش حاجه انا هغير هدومي ثانيه واحده واجي الحبشه براحتك ده بيتي بتوصيني على بيتي اتفضل سلام 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 قلت لك ما تركزش عشان ما تهيسش مني نبدا تمارين الصباح وكل يوم من ده مش نقعد ناكل ونفشول في السجن يلا جاهزين يلا قبل اي حاجه هنفك الجسم الحامل ما تفكش معانا تتعب يلا يلا فك الجسم يلا يلا الست الست نفس عميق خدوه وما يرجعش تاني يتكتب يلا 1 2 3 اهو 1 2 3 4 فكرك هنفضل كده لا لازم نرجع نقول الناس ايه في الشارع جننا يلا نرجع 1 2 3 هوبا 1 2 3 4 فك السد يلا 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 دلوقتي بقى تمرين مهم عشان الظهر ها كلنا عارفين يا حلوين ان الظهر فيه عمودين فقريين واحد هنا واحد هنا احنا ننزل عشان نفكوه بس المطلقه ما تنزلش معانا فاهمين يلا 1 2 3 4 ما نزلتوش ليه كلنا متمرنين عشان لو لقيتي ويا انا ناقصاكوا على الارض يلا نزلتوا نقسم التمرين ده على السباحه يلا 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 اللي تابع اختها بسدها يلا 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 نطلع تاني ولا الناس يقولوا علينا اتجننا بنعوم في الاسفلت يلا 1 2 3 4 1 2 3 4 انا فكر الجسم تاني كده عشان الجسم يفرفش دلوقتي بقى نعمل تمرين العضله اللي هنا
الخدي ده، الخدي ده فيه عضله لما تكبس كده تفك. يلا واحد اثنين ثلاثه هوبا، واحد اثنين ثلاثه هوبا. اسمع الالم، واحد اثنين ثلاثه اربعه، واحد اثنين ثلاثه هوبا. يلا 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 يلا. فكوا فكوا فكوا. يلا تمرين اللسان، اللسان مش للراضي وخلاص ودي قالت ودي عادت. ها فكوا عضله اللسان. كان على الواحده في السجن ليه؟ انا واحده بلا ايمن دماغي وقعت اسلام. لا ده انا لسه لعبه رياضه وعندي باور. انا يمين الرياضه ولا الرياضه ما اخشش على الكلام ده. هقلب القلب يا ام فاروق. قول لي خير يا فاروق. ما يهمكيش ما يهمكيش يا ما يهمكيش. يلا 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 يلا. سامر انتبه الست. خالتي نوسة في زيارة علشانك عند المأمور. عشان انا؟ اه استني واحد استني واحد. تعرفي اسمي اللي هناك؟ لو النبي. عملت ايه في موضوعي يا خالتي؟ انت هتلغي كتير بقى وتخنقيني. قلت لك هجوزك يا بنت. الجواز بقى اسهل من المحشي دلوقتي. اسمع من بقك ربنا بس انت. لا دي عايزة رواقة. دي عايزة بس نشوف ايه؟ شكلي حلو. قمر انت بتردي ولا ايه؟ مش كفايه اللي جرالك اخر مره؟ تعالي يا خاله نوسه. ما هو اللي جرالي علمني، لان المره اللي فاتت دخلت غلط، المره دي داخل البيوت من ابوابها. ابواب ايه؟ انا مش فاهم حاجه. اقعدي بس يا خاله، الاول تشربي حاجه؟ اي حاجه دايت. لا لا دايت ايه؟ انا جايب معايا ازازه شربات بعد اذنك يا فندم يفتحوها لنا عشان كل زميلاتها تشرب. واحده واحده عليها يا استاذ ببلاوي. اظن عارفه الاستاذ. هذه المعرفه. ده ابويا. ده زي ابوي. ابوك ايه؟ انا مش هحسسك بفرق السن. انا هاخدك ونجري نجري نجري. الاستاذ ببلاوي جاي عشان يكتب كتابه عليكي. يا ست انت استني. استاذ ببلاوي جايب تسريح من نيابه ومخلص كل الاجراءات. والنبي مخلص. عالجدار عالجدار الفرخه بس يا عالجدار ودي قادرها عالجدار. يا ست اهدي. معلش يا فندم، المفاجأة خلت الفرحة بالساعات. مالك؟ بعيط على مخدي البنايه. اختك؟ بتجوز كده ما بعيش حد من اهلي ولا الزمالك ولا حتى المحلة. كل ده اهلي مش عاجبك؟ ايدك يا سيد، ايدك يا استاذ يدي لو سمحت. حاضر، فاطمة دي بقى. قول ورايا زواجيني نفسك على سنة الله ورسوله. ايه ده؟ ياه ياه تاني. في ايه؟ تحت باطي بيقوم عليا فجأة. ولازم يقوم دلوقتي. استاذ انا عايز اكل وحدك. مستعجل ليه؟ الايام جايه كتير هنقعد لوحدينا يا راجل. اتوكس يلا. طب بعد اذنك يا فندم ممكن تسيبونا لوحدنا؟ اه من حقكم. اتفضل يا استاذ عشان نسيب العرسان لوحدهم. يلا يلا. احنا بقينا لوحدنا. يا ليل نعيم الببلاوي. احنا مش هننفع نتجوز. ليه؟ أنا خايفة عليك. في إيه؟ أنا متجوزة من تحت. من تحت الأرض. متجوزة جنين. واحد في جنوب أفريقيا. في جنوب أفريقيا. طيب يعني بيسافروا؟ يعني دول طيبين مفيش منهم خوف. أنا خايفة من التالت. وده منين؟ من جنوب أفريقيا. الله، وأنت واخدة توكيل جنوب أفريقيا؟ خايفة عليك يا زوكا. الله الله الله. أنت جيت على السيرة يا أحدب. أحدب؟ لا يجوزني إيه وأنا ناقصة رجالة؟ ما كنتش أعرف إن حضرتك مرتبط بيها. إيه إيه إيه؟ تموته؟ أه موته، لكن إيه اللي عملته؟ لا. أيوه إيه اللي عملته؟ لا. لا يا أحدب أنا اللي هقفل. لا 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 يا ورد. يا سيدي بطلوه. يا نهار أسود. والجريمة والضعابة يعني بس.
والنفوس مش صافية وشكلها كده عركة كبيرة من آل العريس وآل العروسة وهنطلع النهاردة من 30 محضر يا عم اختف انت بقوا 31 ألف مبروك يا عريس ألف مبروك أما فين العروسة يا ريتني ما سألت أهلا وسهلا يا باشا أوعى تتهدي أوعى أهلا يا باشا اتفضل جنب أهل العروسة يا باشا اتفضل عند أهل العريس يا باشا جنب أهل العروسة يا ريت عند أهل العريس ولا أهل العريس ولا أهل العروس أنا هقعد في أرض محايد ومال أهلا وسهلا أهلا وسهلا ألف مبروك الله يبارك فيك يا إيه يا إخواني دي البلد مقلوبة بره مالكم إحنا جايين نهدي النفوس بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب ومهما كان دليلته العمر ها رواق لا مؤاخذه سعاده الباشا الفرح بصراحه ما يليش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان ده خلى رقبتها زي السمسمه ايه انا بحيت الكلام الباسخ اللي بتقوله دي ايوه ده سؤال مهم انت تقصد ايه بالكلام الباسخ ده بذمتك يا سعاده الباشا لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانسي عجم لا اللي يستخسر في بنته حاجه يبقى راجل ناقص واطي ومعفن ايه احنا جايين نهدي النفوس ايوه الله اكبر سعاده الباشا قال الحقيقه يا راجل يا معفن كلم الحاج يا نيتن كلم الحاج يا تحفه ما هي كلم الحاج هي تقول ده مرمطك مش هين عليك تبيع قيراط من القيراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك يا اخي يتحرق القيراط هو في اغلى من الضنه ايوه قول له يا باشي بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي كان دافع مهر عالي يليك ببنتي لا كده الكلام اختلف هو دفع كام ما تقولوش لا هقول له هقول دفع 500 جنيه صراحه يعني ده مبلغ قليل فعلا معلش يا حاج ما انت برضه بتشتروا راجل هي كمان ما تسويش اكتر من كده لا 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 يا جماعه بقى كده عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض اعراض امال انت فاكر ايه هي حصاله اعراض ايه احنا في ده اعراض طب وعالي بقى كده يا باشا ايوه اعراض اوعى اوعى من جد دخلنا في اعراض الله 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 ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده مش كده يا جماعة اهدوا بلاش توتر ما ينفعش اللي بيحصل ده ما تحسسونيش ان انا السبب مش عشان فكرنا مع بعض بكلمتين ده انتوا اهل وحبايب 35 محضر يا اخوانا مش كده ما يصحش حاجات تافهة تأثر فيك ايه يعني المهر 500 جنيه حصل ايه فرح زبالة قاعدين فيك عادي 18 محضر انت يا بلدينا 19 محضر ايه بلدينا دي انت متعرفنيش ولا ايه لا والله ما حصليش الشرف انا المخبر اول سباعي السباعي المخبر الخصوصي الضابط بسيوني راح الامن في المنطقه كلها قلت الضابط بسيوني ايوه الضابط بسيوني يبقى البشاير بانت من اولها إيه لكن ما قلتليش انت مين بقى لا انا فضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان يا نهار اسود انت واخده يا باشا اللواء في حاله وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني واتنيل على عينه اتجوزها فين سبع البرومبا الضابط البسيوني بتاعك؟ بيولعها جوه يا فندم عشان نسترزق ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها والله ايوه قلت لي انك مخبر ايوه مخبر انت بقيت عسكري نفر خش وريني الضابط البسيوني فين؟ ما دام عسكري نفر خش لوحدك خش يا حيوان قدامي مش داخل امشي انتباه يا عسكري مش انتباهي بس مش انتباه ايوه مش انتباه تكلمت عسكري يا جماعه كده ما ينفعش هو عشان فضفضتوا مع بعض ما انت قلت له يا معفن قال لك يا نتر يعني شتيمه مش هتعمل ايه يا حظاظ يا باشا كمان يا فندم ايه اللي جابك انت واقف هنا بتعمل ايه بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم خناقه مش قادر والناس بتبوظ بعض وانت واقف تتفرج على الحظاظ انت هل انت اللي بتضرب بكرسي على عارفك وعبيتك في الحجز يا فندم لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف دول بيتخانقوا من 6 وربع اديهم 5 دقايق هيناموا انت هتصرف ولا اتصرف انا نجد الباشا اتصرف بسرعه يا ظابط تمام يا فندم اتصرف بسرعه قلت لك اديني البدله خليني امشي
اقول لك خليها لك، انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعة والبدلة هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه؟ هات خرطوم مية اضربه في عينيك وصدرك، شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. تفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اجعص المواقف في الحياة بتتحل بالهدوء وبالحكمة. حكمة ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجة كنت بحبها في الكلية مادة علم النفس، يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشريه. انا كنت فاكرك وحش لما ازرعك في وسط شويه عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعه هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين انا الاول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك، الاول على دفعتك 4 سنين، ما هي دي المصيبه، دي الكارثه اللي مش هتخليك تصلح للمهمه اللي انا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصه من فضلك، انا ما خدتش فرصه حقيقيه اثبت فيها كفاءتي. أنا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم أنا من بكرة الصبح حاول في إجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصة أشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل؟ يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل؟ أه بتعصبك. يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في إيه يا فندم؟ يا فاشل. صيحتلي في المكان. أنا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب أنا عايزك طب البس هدومك يا باشا. يا شيخ هوب هوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. يا لهوي يا رب والنبي يا رب شيل الذكريات دي من دماغي خالص خالص. الصبح الصبح بكرة صباح الخير اومو. انت رؤوف رأفت رومان الدرديري؟ اومو. تعرف منار مصلحة عبد النعيم؟ ايوه فندم خير بس قلقتني. خد امضي هنا. حاضر. منار بعتلك الورد ده؟ كل سنة وانت طيب. استنى وانت بتشتغل في محل ورد؟ دليفري يعني وتروح تيجي المعلم يضربك وتاخد بقشيش. يا ريت تشوفني بحاجة. شوفك بحاجات كتير. يا رب. هات بس ثانية واحدة. يا رب. ثانية واحدة. صباح الخير يا رؤوف. ايه مالك؟ مال شكلك مبهدل كده ليه؟ هو انت ديان باي حد غير المزيكا والسيمفونيات؟ ايه الورد الجميل ده يعني؟ يعني شويه حاجات كده حب وغرامه ومال. متشكر جدا منور. متشكر يعني. الورد تحفه تحفه. انت الوحيده اللي افتكرت عيد ميلاد يا منور. عظيم. انت مش متخيل سعادتي. بقول لك يا منور ليا طلب يعني. بعد كده ما تحبي تبعتي ورد هاتيه بنفسي كمان. افهمك بعدين. معلش معلش. عايز اضحك. مجنون يا بتحكي ده اسمه كلام يا ست؟ حد يدخل على الناس كده من غير لائحه ولا دستور؟ انتوا مين؟ ام سوري مستر فوزي، كان هو اللي قال لنا ندخل نسلم عليك وفهمنا كل شيء. ايش هذا الشيء؟ ايش هذا الشيء؟ ما شاء الله ايش هذا القمر؟ بيبي ابيض وجميل يا انتي بنته. ده باصه كمان. ايه ده؟ مين اللي عمل فيك كده؟ يا عصا في حد يشد لك ده؟ بنتا ده انت بنت. بص قمر ما شاء الله. ستة بنتا. هو مين ده؟ هذا يزيد ولد اخوك مستر فوزي. ابن اخويا ادخل في حضن عمك يا حبيبي. يا ابني مرحبا. هلا والله. اكيد انت مرات اخويا فواز. معاكي فوزي عند اللي بتدقي. مستر فوزي انا مو زوجة اخوك، أنا سكرتيرته. زوجة مستر فواز توفت من 5 سنين. ده شيء يسعدني جدا جدا. تعالي معايا. مرحبا. انت لسه واقفة؟ تفضلي استريحي. اهلا وسهلا. تفضلي. انا كنت اعرف واحده
اما كانت بتقعد كانت الكنبه بترجع. وحضرتك مش متجوزه؟ لا مش متجوزه. ولا ماشيه مع حد؟ لا. يعني ذمتك فاضيه خالص ها؟ اه فاضيه. مش عايزه تمليها؟ هو انت ما بتعمليش علاقات يرفضها المجتمع والناس والعرف؟ سوري مستر فوزي، انا مو مرتبطه وما افكر في هذا الموضوع ابدا. انا اوعدك اوعدك انك قريب قوي هتفكري في الموضوع ده. سوري مستر فوزي، استاذن انا. راح فين وانا مش هشوفك تاني؟ اذا بغيت شيء كلمني على غرفه رقم 4. يا خان وديني شنطتي غرفه رقم 4. بقول لك ايه يا قطه، انا بقالي كتير هنا ما شفتش اخويا فواز، هو اتقتل ولا ايه؟ اليوم الذكرى السنويه لزوجته الله يرحمها، وهو دحين في المقابر بيقضي عندها الليل كله. تحب تروح لك نوع من المشاركه؟ طبعا اروح له، اروح له واشارك اخويا في احزانه. اول يوم اقضيه في دبي في المقابر، نفسي اعرف مين اللي نظر ونقف السفريه دي. يا ابن المحظوظه يا فوزي، ده زمن وغايص. آه يا سندس، آه يا أم العيال، بعد فراقك يا سندس الورود ذبلت، البلابل صارت تنوح. يا أخ أنت يا بيتهوفن، إيش في ليلتك؟ أنا جايبك وأعطيك مصاري عشان أحس الحزن، بدي أبكي، يعني فين أبكي؟ مقابر أبكي فين؟ شوي شوي الله يرضى عليك، الله يرضى، هذه مرتي، مرتي وماتت، شوي شوي، تفضل، لا تأخذني، تفضل. آه يا ميزي، آه، روح، يلا روح، يلا روح. يكشي يطلع لك شبح في المقابر هذه، ياكلك أنت والبيان اللي في يدك ده، وطر وطر. ستار، يا أم يزيد، يا زوجتي، تركتيني وحدي. وحدي تركتيني، والله نفس المعنى، ايش هذا؟ قصر الكلام؟ بعدك انا صرت وحيد في الدنيا، والله وحيد. انت مش لوحدك يا فواز، انت مش لوحدك اخويا، ليك اخ بيحبك يا حبيبي. لا عفريت، عفريت. عفريت مين؟ انا اخوك فوزي قلت لك من مصر. عفريت مصري، تركت مصر وجيت للدبي. يا عفريت مين؟ خش في حضني ولحمك اخويا. اعوذ بالله. ادعوا لي، جاني جني، جاني جني قصير مصري، قال لنا اخوك فواز، جاني جاني والله ريته، والله ريته. لا انا لازم اكلم الدكتور بسرعه. شكلها حمى، لا بد من كمادة. يا نهار اسود، اخويا هيضيع مني، ده انا معاشرت اشغل ربع ساعه. يا فواز عشرت ربع ساعه هضيع في الارض يا اخوي. ما تخافش يا حبيبي، انا اخوك، انا اخوك فوزي اللي كلمتك في التليفون. يعني انت مش عفريت ولا عفريت وبيتكلم في التليفون؟ طب بذمتك في عفريت يلبس قميص بثمان زراير؟ العفريت قمصانهم فيها 40 زرار. تبقى لص وحرامي، وانا الحين وراس ابوي لبلغ شرطه العفريت. كده برضه فواز يا اخويا، بدل ما تفرح بالسر اللي استخبى عني وعنك السنين دي كلها وتاخدني في حضنك، مره تقول عليها عفريت ودلوقتي تقول عليها حرامي. ده انا وانت نازلين من حزقه واحده يا فواز، ده انت التوينز بتاعي. يا انت يا قصير انت التوينز حقي، وتقول نزلنا من حزقه واحده. انا اتذكر وانا جالس في الحزقه ما كان في حد جالس وياي. وبعدين هيرو فواز يي تمارا جور باباي يي بچمن سي اب دونو بچر گئے تھے اب یہاں اور تمہارا بھائی ادھر کائرو میں اور میں لقد كنت أتحمل مسؤولية واحد شخص، الآن سوف أتحمل مسؤولية اثنين شخص. ولا قشطة، صبح تاتا اثنين في تلاتة، إيه رأيك في النظام بتاع امبارح؟ وحياة أبوك ما تفكرنيش، دي شقة زبالة ونسوانها كلها عايزة الحرق. ليه نوفل قاريني غلط؟ ده أنا بحبك. يا عم قاريك غلط ليه؟ أنت ألماني، سعادتك طلبت امبارح تروح شقة فيها نسوان بلدي. أنت هتسامح لي؟ حتة زبدة. ايه الماسك الجديد اللي داخل علينا ده؟ ما ينفعش، انت ضيفنا النهارده وانا عيل جديد اسمه بسيوني، حاجه كده بسيوني.
بسيوني حاجه كده بسيوني، يبقى انت جبت اسمه الثلاثي وحبيته، وان شاء الله هيتحط في الموسوعه بتاعه طارق كابو. اوعدك الدنيا حلوه. تعالى نلعب كوتشينه على المشاريب. لا اعتبري نفسك كسبتي، هروح اجيب انا المشاريب. يا في ايه ولد بصحيح. يا ربنا يا صباح اللي بتغني سندوتشين ودينا حاجه ساقعه. يا حبيبتي دايما البدايه عندك. بالهنا والشفتاشي. اقول لك حاجه؟ مش متفائل. اهدى انت بس. مش تحاسب؟ انا برضو اللي حاسب؟ لا انا. لا انا بوتاجاز معدي، ما تهدي، في ايه؟ انا بحذرك. طب وحياه ابوك بلاش الصباع ده، هتندم. بنفس الصباع؟ بنفس الصباع؟ ما تهدي، تختلف دماغك من الصبح. يلا كده احلى. الله 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 سخنه. الله الله الله. ايه يا عم مش تحاسب؟ برتقان ومانجا وخيار. بس انت اكيد ما تقصدش. وعامل اللي فيها برم، في برم يقع الواقعه دي. والنبي يا اخويا وحتى ابوك ما تبقاش تلمس الحاجه اللي مش بتاعتك. انت تقصد القصه يعني؟ انا كنت بعجلها لها عشان وشها ما كانش باين، وبعدين شايفك متنرفز قوي. يا عم دي قصه. قصه؟ بسيوني. نعم. قولي انت وراك ايه بالليل النهارده؟ لا والله ما ورايش حاجه. طيب اصل انا كنت عامله حفله في البيت عندي، ويا ريت يعني تيجي. لا والله مش عارف، احتمال يبقى عندي مليون حفله. طيب عموما يعني لو خلصت وعرفت تيجي يبقى تعالى. مش هاجي. هتيجي. مش هاجي، انا حر. بسيوني مستنياك. حلو مش كده؟ 470 جنيه ده كارت الفيزا ومعاك كارت بتاعي، هستنى تليفونك. ها؟ تصدق انك قليل ادب فعلا. في ايه يا منار؟ جرى يا بنت وحد جه جنبك ولا ايه؟ بنت اما بنتك يا سائع يا سمك يا حقير. بتلم لسانك انت يا اموه. ممكن تقولي في ايه ببياضك القوفه وده؟ البنت دي بترمي بلاها عليا. بنت مين اللي بترمي بلاها عليك؟ دي مطبيه احسن منك. معلش حصل خير يا استاذ، حصل خير. معلش استهبل يا مهوان، انت بتنفخني ليك؟ اتخاني لو واجل اتخاني. بس اهدى يا استاذ. اهدى انت كذاب وربنا كذاب. معلش اهدى يا استاذ، اهدى. معلش فين المدير؟ انت مالك؟ ايه اللي حشرك؟ انت حامي حمام الموظفين؟ تصدق حضرتك فاجئتني برد فعلك الغريب ده؟ الزبون دايما على حق، قلت لك ده 100 مره. يا فكري بيه رؤوف ما يقصدش والله. اكرس انت مصيبتك مصيبه. ايه حكايه اعزائي المستهلكين؟ احنا هنا في سوبر ماركت مش نجوم اف ام. اتفضلوا. صرف النظر يا فندم يعني عن الموقف اللي احنا واقفين بنتهزق فيه ده، انا عيد ميلادي النهارده ان شاء الله ويت شوفني يعني. جدك رمان عزمني. شكرا. كل سنه وانت طيب. بمنظر ده طيب ازاي؟ سامعني انا اللي مجنني بس يا موان، حكايتي ان الزبون دايما على حق. خلاص الزبون يجي يلطشني بالقلم وانا اسكت اعمل ايه يا موان؟ انا بدور على كبرياء الكاشيه، قامه الكاشيه. واحد سوري يا مصر، هطير انا بقى، هولع في الموهبه اللي مش مفهومه. شكرا يا كل ودني سمعتني وش مأذت. شكرا يا كل كف نزل على قفايا وقال لي صوتك معفن. افرح يا مطربين مصر، افرح يا عمرو العندليب يولع، افرح يا اصاله، افرح يا سمير يا رباعي، افرحوا. هاتي الكبريت يا اما، هاتي الكبريت يا واد. بطل بقى، بطل شغل المجانين ده. وقادر وابوه يا
ياما انت فاكراني اتجننت؟ اقسم لك بالله المطربين بيحاربوني ياما. طب انا النهارده في الفرح كنت ملعلع، تامر حسني فجاه بعت لي رجالته انتشروا في الفرح بوظوا الفرح. بقى هو تامر حسني هو اللي بوظ لك الفرح؟ امال يعني ابو تريكه هو اللي هيبوظ لي الفرح؟ فوزي يوم ارمي دي، انا كل جاهز هولع. اديني البخاخه بسرعه احسن كرشة النفس جت تاني. ياما الدكتور قال بلاش سجاير، هي اللي هتودينا في داهيه. يلا يا حلوه، يلا يا ام فوقي، عايز اسالك على حاجه مهمه. عايزاها يا ولد؟ بس انت ما بتتصلش بيا يا اما، ما اعرفش عن حاجه بقالي اسبوع. طب اطمن على امك بدل ما تطمن على بسنت. يا ام انت قاعده قدامي على الكرسي ومطمن عليكي، انما بسنت غايبه بقالها اسبوع، حاسس ان روحي بره جسدي. بصي يا ام، بصي بصي البراءه يا ام، بسمتك شايفه الجمال. بصي هنا بقى، بصي هنا. اتحداكي لو عرفتي تحددي ملامحها كبني ادمه. جاتك خبث خبتك، خيبت املي فيك. انا صرفت عليك دم قلبي بعد ابوك ما مات، وعلمتك ويا ريتك يا اخويا فلحت. ده انت اهدى علام. ايه اللي علمته لي ياما؟ ده هو حيالة دبلوم فني بريد، وده كان ضد طموحي. اقول لك ياما صوتي حلو، قدمي لي في سياحه وفنادق، تقولي لي لا بريد يعني بريد. ماله دبلوم البريد؟ كان نفسي اشوفك مستجي قد الدنيا. ياما مستجي ايه ياما؟ هو في حد دلوقتي بيبعت جواب لحد؟ دلوقتي الانسان يبعت مسج يترد عليه بمسج ياكد عليها وصلتك المسج، التاني يرد عليه يقول له وصلتني المسج. بقى في حاجه اسمها اس ميم اس، بقى في بليتوز. الزمن اتطور ياما، وبعدين ابنك اتخلق عشان يكون فنان. ستي الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل بتشيبة. كفاية بقى، جرعتني في الأمومة، اتخنت. يا حياتي أنا كل حيرة حيرة. هو إيه الحكاية؟ مفيش صوت عدل أبداً؟ اللي بعده. مساء الخير، مساء الخير، مساء الخير. فوزي عند اللي بتدقي. هتسمعنا ايه؟ والله يا استاذ حلم بكرة، انا بحب الحان حضرتك جدا وحافظها كلها عن ظهر قلب. معقوله؟ بس دي الحان صعبه جدا. هو ده الفن الحقيقي يا باشا. باين عليك بتفهم يا فوزي. طب قول لي حافظ ايه من الالحان؟ حافظ من الحان حضرتك راجب حوش صاحبك عن. نعم مش الحان. لا يا فندم. طب حضرتك، هو في اغنيه انا بطلع فيها امكانياتي، ممكن تكون مفاجاه لحضرتك، ممكن اقولها؟ قول قول. حاضر. قلبي على تيري، قلبي على تيري، قلبي على تيري. لاحظ حضرتك بطلع بالمقام وبنزل، اكيد حضراتكم عارفين الموضوع ده. قلبي على تيري، قلبي على تيري، تيري على قلبي، عشان مش ممكن اقول قلبي على تيري كتير، الناس ممكن تزهق فبغير يعني، واكيد حضراتكم عارفين الكلام ده. قلبي على تيري. طب ممكن اغني حاجه قصيره؟ هولع في نفسي ياما، مش عايزين يدوني التسريح في بلدي ياما. الكبريت فين ياما؟ بسرعه والنبي الجزف ياكل في وشي. الكبريت فين ياما؟ الكبريت. الولاعه هي اسرع. خد الولاعه ياما بسرعه كده. لا ياما لا لا، ما تجيش منك، المفروض تأذريني. ايوه لو كل الدنيا وقفت ضدي انت المفروض تأذريني ياما، تقفي جنبي تأذريني كده وتقولي لي انت موهوب يا فوزي، انت موهوب. لو كل مطرب المطربين اللي بنشوفهم مثلا عندك، لو عمرو دياب ولا هاني شاكر ولا حماده هلال، كل واحد فيهم امهم رمت لهم الولاعه كانت حرقوا بجاز من زمان ولا كلنا شفناهم. لا ياما لا ياما، كنت منتظر انك تأذريني. يا خساره. ده انت اللي خساره عليا، ده انت هتوكسني وهتخلص عليا وهتجيب اجلي. اما اما سيجاره ياما، سيجاره. قلت لك 100 مره شربك للسجاير في البيت ممكن اشمه وده ياثر عليا كمطرب، وبعدين عشان صحتك. فوقي نفسك بقى، فوق يا موهوب يا ابن الموهومه، فوقي نفسك يا قذر. ده انا بعت سيختي وكل اللي حيلتي علشان اعمل لك المشروع اللي يامنك ويامن مستقبلك وتقف على رجليك، وانت سايبه وطالع تجري ورا المغنى. انا عارف ان المشروع عظيم، بس العيب مش في المشروع، العيب فيا انا يا امي. يا امي انا عيان، انا مريض بالغنى والطرب. خديني حللي لي، حللي دمي، حلليه واساليهم فصيلته ايه، هيقولوا لك فصيله دمي بي
دوري مي فاصول. يا امي يا امي انا في ناس كتير قوي جوايا، لو تتعرفي تخرجيهم. خرجيهم، خرج عبد الوهاب، خرج ام كلثوم، خرجي شاديه يا امي، خرج عبد الحليم، خرج حمائي، خرجي فؤاد، خرجي حمائي يا امي، خرجيهم من جوايا. انا بقى هتخرج لك حمائي ام كلثوم. خرجوا خرجوا بس حمائي لسه، حمائي لسه، حمائي خرج 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 كلهم خرجوا. وانا انا مبسوطه قوي ان انت جيت. ما انا ما اقدرش افوت اي حفله، انت عارفاني. طب تحب بقى اقول لك يا بيسو ولا يا كابو؟ بيسو؟ لا كابو احلى. ماشي يا كابو. بقول لك ايه، تيجي نرقص؟ ها؟ يلا نرقص. معلش اذا كنت غلست عليك الصبح، بس الصراحه انا كنت قاصد. عادي، انا متعوده على كده. حلو اللي انت عاملاه في شعرك ده والالوان، بس مش غريب شويه؟ عجبك النيو لوك اللي انا عاملاه؟ الايه؟ النيو لوك. بص انا عاملاه مخصوص عشان الحفله. والله كلفتي روحك، بس الصراحه الصرف باين باين. وانت مين بيعمل لك النيو لوك؟ ها؟ الشعر الستايل. اه صبحي. مين؟ الحلاق بتاعي، بروح له كل يوم جمعه بعد الصلاه، شعر دق فوطه سخنه بيظبطني. يو ار سو سويت يا بسيوم. حلوة قوي الحفلة بتاعتكم دي، يعني انتوا كل يوم كده؟ على طول، احنا كل يوم حفلة عند واحد من الشلة. على فكرة طارق شكله زعلان من اللي حصل النهاردة. سيبك منه، هو على طول كده عامل فيها زعلان. لا يعني انا خايف اكون انا السبب في الزعل بينكم. زعل بينا ليه يعني؟ ايه اللي ليه؟ هو انتوا مش مرتبطين؟ لا طبعا مش مرتبطين، طارق ده ما بيرتبطش بحد، طارق عايز كل حاجة تبقى بتاعته وبس. بيني وبينك مامته مربية على كده. شوفي، وانا اللي كنت فاكر يعني ان انتوا الاثنين. لا مفيش ولا اي حاجه اصلا. اصلا اصلا انت يعني مفيش حاجه خالص خالص. بقول لك ايه يا بسيوني، ما تيجي افرجك على الفيلا بتاعتنا. طب ما تستني بعد البوفيه. ايه خلاص قبل، اتفضلي. هاي مامي. هاي انجي. مساء الخير يا فندم. ماما ايه نظامها؟ لا عادي خلاص بتبقى عادي طبعا. شوف العيال ومقايستهم واخدين راحتهم على الاخر ولا كأننا هنا. حبيبي ايه يا حمد؟ مالك زعلان من ايه؟ من قلة يعني البنات في الجامعة؟ يا سيدي لو بيغرك الرفع اقسمني اتنين. يا مايا قلك 100 مرة انت زي اختي. يوه. ايه يا عم طارق؟ مايا بتضحك معاك، وبعدين ايه يعني لما الراجل طحنك؟ انت هتستهبل؟ اوعي يغرك زي ما يغر انجي، لولا السجارتين اللي ضربهم كنت طحنته. يا سيدي ولا يهمك، انا معتبرك طحنت. اوه لسه معاك طابع؟ معايا، بس انت افورت النهارده يا كبو. يا بقى فيها كبو، اخلص. هات الايه هنا، خد. وفكره بقى انتوا مغرورين في الواد ده، وانا هوريكم. الله معاك. ماشي يا حلو. اقول لك حاجه؟ ايه؟ انا مش متفائل. ودي بقى يا سيدي اوضتي. ايه رايك بقى في بيتنا؟ دي صورتي وانا عندي 3 سنين، ودي وانا عندي 5. مين دي؟ دي ما اعرفهاش. تعالى افرجك على بقيه الصور. ده باباكي ها؟ اه دي لما كنا في امريكا. ودي مامتك عادي؟ اه بس دي لما كنا في فرنسا. قولي لي انجي، انت بتجيبي حاجتك منين يعني؟ حاجات ايه؟ حاجات دماغ طوابع. اه لا الحاجات دي احنا ما بنجيبهاش، هي اللي بتيجي لحد عندنا. ما شاء الله يا هاني، قلبتي البيت كباريه. انت ايه اللي جالك دلوقتي؟ مش تبقى تتصل قبل ما تيجي؟ اتصل عشان اجي بيتي. خلاص بقيت انا الضيف واصحابك هم اصحاب البيت. فين انجي عشان تسمع الكلام ده؟ دي واحده يا عم. بإذنك. على فكره حضرتك عندك حق، بس دي غلطتك من الاول. اه مش معنى انك منفصل عن طنط تسيب الحياه بايظه قوي كده. ها انجي واخده راحتها على الاخر، وانا مش شايف في اي حسم.
واضح من الصور دي ان باباكي بيحبك قوي يا عينيش. ايه ده حلقي واقع؟ وريني كده بسيوني. ممكن تركبهولي؟ انا الصراحة اصلي يعني اول مرة اشوف حلقان بتركب في الحواجب. ده الستايل. هاتي حاجة بكده ركبه بس. بابا ها؟ ابن حلال لسه حالا كنا جايبين في سيرتك. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مين الحيوان ده؟ شفت اهو ده اللي انا كنت عامل حسابه ان حضرتك تفهمني غلط. حضرتك انا كنت مركب لها الحلق حواجبها. بابا من فضلك مفيش حاجه حصلت تستاهل ده. اسكت انت يا انجي اسكت انت مالكيش دخل. الندب ده هو اللي غواكي ولو شرفي. والله ما في نقطه ميه ترتشت على شرف سعادتك. انا لسه عارفها النهارده الصبح يعني ما حصلش حاجه. وانا هستنى لما يحصل. تعال هنا اهو. ايه اللي دخلك اوضه بنتي يا حيوان يا واطي يا حطير مسافر كمان عذرك. انا غلطتي ان انا سالتها واحنا طالعين يعني ماما نظامها ايه. قالت لي عادي. اه ماما عادي طبعا عادي. ما هو الحق مش عليكي الحق على اللي ربيتك ربايه سبور. اتفضلي يا هانم شوفي التربية الاسبور اللي ربيتيها لبنتك. كفاية بقى فضايح مش ممكن. ايه التخلف اللي انت فيه ده؟ تخلف ومع صاحبها ليه ان شاء الله عايشين في امريكا. على فكرة واضح ان هما مش متفاهمين خالص يا انش. ايه يا بابا بس يوني زميلي في الجامعة عزمته على حفلة فيها. ايه دي؟ اتفضلي يا هانم بقى دي اشكال تصاحب بنتك. وانا بعرف قصادك ما انا واقف اهو. احنا اللي اشكال برضو. نسيت ام ميمي. ام ميمي؟ مين ام ميمي دي؟ دي الخدامه بتاعتنا. خدامه ده انت طلعت لازم تهدله فيه لو عامل ام ميمي. ده انا كويس اني عايش معاكي. ام ميمي ده انت بتقوله امك ايه؟ انا هجيب لكم ضابط. عيشتك 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 مني يا شيخه. انتوا ايه؟ ارحموني بقى فضحتوني قدام زمايلي. انتوا مش هتبطلوا بقى ليه كده؟ الله اثبت مكانك لا تولع وانت واقف. اثبت مكانك. اتفضل اتفضل. انت يا راجل بتستهبل مش عيب تخش على ولية كده من غير ما تستأذن. افرض قلعة ولا مستحمة. افرد سرحانه بحاجة قليلة الأدب ومش عايزك تشوفني تدخل كده علي خلوتي. اتفضل اتفضل. استنى انت عميت في عينيك البعيد مش سايف عيل بيرجع ويودي روح لأمك. كهرمانة لما عيالك عندي شغل. موضوع اسمي عابد البلاوي المهنة تنزي حرقني سن 42 سنة. تكذب من أولها 58 سنة ومولود في المحلة وتعمل لك عمل زمان وترمى في حلة وحلة يا حلة ليلة نطين يا حلة. حلوة عجبك ايه؟ رايح فين؟ رايح فين؟ مالكش دعوة اللي بيدور هنا ها؟ أنا جاي من طرف لوال. معلش عشان النوالات كتير. ايه بيكون سربتي نوال بتاعت الاردن وانا بحبها. لا نوال بتاعت الاردن. ادي بنتي غلبانه يوم ما سرق منهم عقود وجبناه. انا بقى جاي مخصوص عاوز اعرف مين اللي خد العقد ده. حضرتك في النيابه؟ لا يا فندم. امال ايه جاي اللي انت مالك ومال ده شغلي مالكش انت دعوه. معلش اللي معلش احنا ما نفضحش حد جبنا العقد وخلاص. معلش من فضلك العقد ده انا اتهمت بالسرقه انا وابني وحيدي في هذا العقد. ما انت شكلك حرامي. لا من فضلك انا ترزي حريمي. انا مالي ترزي حريمي ولا ترزي خرفان. انت جاي تحرق دمي خلاص عقد السرق والاناء. اتكل على الله. يلا بقى يلا انا في حاجه بتجري في دماغي مش عارفه ايه هي. اتكل على الله بقى ترقنا. سبحان الله. ده بيقول انه اتجنن ولا ايه؟ سبحان الله. في حاجه يا ساتر؟ يخلق بشبه 40 حضرتك شبه المرحومه مرات الخالق الناطق. الله يرحمها ويحسن اليها. الله يرحمك يا زبيد. الله اكبر. حضرتك تعرفيها؟ الارواح بتتلاقى في ملكوت الله. امر عليك لو قابلتيها قولي البنطلون الازرق بتاع البلاوي حطيتيه فين. ها فين نسيت؟ ما انت قصيته واديته الواد ابنك وقعد يعيط لك يا عنوم عشان تجيب له بنطلون جديد. صح صح صح. الله هو اكبر. رسمه العين مناخير السايحه. برأيي بقول له انت كده هتجرجرني للرزيله وانا بصراحه بحبها. اسيب شغلي واكل عيشي بقى واروح للرزيله معاك؟ لا لا رزيله انت فهمتيني غلط. يبقى انه اتجنن ولا ايه؟ الجسم اللي قدامي المتفجر ونوسه ده نفسي البسك فستان بقصه ايدي انا. ان شاء الله اجي لك الورشه. انا ورشتي في بيتي وعنوان بيتي 13 شارع عبد الحميد عبد الحميد في الجيزه. الله اكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا واصلة يا جامدة. ازيك يا نواري بنتي؟ ازيك يا عمي؟ حد الله بيني وبينك أبدا ما سلمش عليكي قبل ما تربوا بلاكم على الناس الأشراف وتتهموهم بالكذب. اتأكدوا الأول على عموم الست اللي انت داخلها دي بتربي الكدابين في النار. ما تزعلش نفسك والنبي يا حاج. يلا بيت النبي. الفلاه دي ضيقه قوي. مفيش حاجه. هم اللي كان بيجري في راسي هيجنني ده. أملا دي لا ده فار. كنسي أملا عاملة نفسها فار. القصد جبتها يا بسكلة. ده كله عمان. انت ما عشتش المشاعر دي قبل كده ولا ايه؟ قصدك ايه يا ولد؟ ده انا كنت حبيب من الطراز الاول. الطراز الاول وتجوزت ايه يا عمان؟ انا هقول لك كلام يمكن اول مره تسمعه مني يا رؤوف. عايزك تبقى شخص تاني خالص. تواجه تقتحم تقاوم يا ابني. ما تبقاش انسان جبان وضعيف. انت خلاص هتتجوز وتخلف وتبقى قدوة لولادك. الدنيا حلوة يا رؤوف جميلة. عشها استمتع بيها وما تخافش من اي حاجة ابدا. ومان صدق الله العظيم. هو جده مات ازاي؟ فجأة موان بعد ما سبتنا قدام الفندق فجأة. أنا مش قادر. قال لي أنا عايز آكل سمين. خدت ضعبنا سمين عند الضهر. شوية وقال لي نفسي في وز بلبن. خدت ضعبنا وز بلبن. شوية وقال لي عايز آكل فلوكة في النيل. أتاريه كان بيودع مصر كلها وأنا مش واخد بالي. وقف على الفلوكة واخد انبساط وفجأة هوب هوب. ايه؟ مات مات يعني هوب. ايه؟ ما انت واقف في العزا بتاعه. شد حيلك روب. ايه؟ شد على الله يا سليمان شد على الله. هو المرحوم مات ازاي يا بيه؟ دي الحكاية بقت سخيفة قوي. مش درجة سليمان بقى. معلش معلش. ابدا يا سيدي. قال لي عايز اكل سمين. خدته عند واحد وقفنا سمين. بعد كده قال لي عايز اكل رز بلبن. وديته كان رز بلبن. وبعد كده قال لي عايز اكل فلوكة في النيل. اتاريه كان بيودع مصر وانا مش واخد بالي. خش يا سليمان خش يا سليمان بقى. اهلا يا ريس. ربنا يخليك يا ريس. ده شرف كبير قوي لينا يا ريس. لا ما تقولش كده يا رؤوف. شد حيلك يا ابني شد حيلك. هو المرحوم مات ازاي؟ اعمل ايه دلوقتي يعني؟ اعمل افرد نفسي من الشغل. مؤاخذه مولانا سوري معلش انا اسف انا اسف يا جماعه. المرحوم مات ازاي؟ فندم النبي يا فندم اعمل معروف بقى. خلينا اجيب الولاد هنا ونعمل الحفل. هتفضح انت بتقوله ده. لا يمكن يحصل الا على جثتي. كده العيال هياخدوا بالهم بره. يا ريت يا اخي ياخدوا بالهم. ويا ريت يكون عندهم دم وياخدوا بعضهم ويمشوا. هي دي الحفله اللي عدايه جايب لي كهارب ومزمار بلدي. قول لي لها حفله طهور يا سيباسيوني. ده انت ناقص تجيب لي حصان في البيت. والله دورت ما لقيتش ولا حصان. ده انا كنت اضربك بالنار. انت هو حصان في بيتي؟ انت مجنون يا فندم. معلش عشان انت نسيت احنا في مهمه يا باشا. ملعون ابو جيب مهمه. تتفضل. بقول لك يا جدع انت
بس يوني ولا زفت بفكرك قبل الساعة 12 تكون مسرب الكلاب الضالة بتاعتك دي من هنا 12 ما نلحقش اللي بقى لسه فكرة الساحر ساحر؟ ايوه لو انت هتجيب لي ساحر كمان ساحر هنا في بيتي فندم انا اللي هعمل لك ساحر واخد عينيك في ايديا انت مجنون يا سيباسيوني ساحر فندم بص شايف العيال ومسجنين بره على الاخر والخلطه ماشيه زي الفل عشان خاطر يا فندم هم دول عيال دول عيال سفله جايين انت بتغمزني زي يوم الحرز جايين وازيك ابو العزايم وايه القمصان دي المسخره ميه وبحر يا راجل ده احنا بردنا يا راجل انت جميل مش ايه بس يوني سايبيننا واقفين هنا ليه بقى سايبينكم معقوله ده انا كنت بكلم مع عزمي في موضوع كده يا جماعه هاف فن البيت بيتكم خدوا راحتكم كسروا الحيطان اعملوا اللي نفسكم فيه مش قوي انا كنت خايفه يعني لا يكون القبطان عزمي بيه يعني متضايق من وجودنا ولا حاجه القبطان عزمي بيه لا يا جماعه احنا نشيل الكلفه بقى قولوا له يا وادي عزمي يا ابو العزايم يا زوبه عزمي ده راجل هلاس طول عمره ويحب الهلس مش كده ولا ايه اه طبعا ده هفن 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 طب على اذنك بقى يا عزمي باشا انا وانجي عايزين نقول كلمتين كده على جنب ها طيب وهتسيبني هنا لوحدي اغزيبك ايه مايا خدي راحتك على الاخر طب واخده يا مايا على الاخر روحي يا هفن هفن روحي هفن هفن معاهم سيد القبطان عاوزه ايه انا خلاص قررت تعلمني الغطس يلا غطسني غطوسه ايوه مفيش انابيب تشيل الحجم ده هحاول اشوف لك فنطاس يقدر يشيل ان شاء الله لا انا عايزه اغطس دلوقتي فين هنا ايوه في الشقه عاوز تغطس في الشقه يعني انا مش هغطس كسرت المكتب الله حلو قوي الجو ده بس يوم انا فعلا كنت محتاجه تغيير يعني هو ده تغيير من وجهه نظرك اوف كورس واحد يعني لازم كل فترة كده يغير من موده يعني يعمل كده حاجة أورينتال عشان ما يزهقش بس على فكرة يعني التغيير ممكن يبقى مش من بره بس بس يوني انت عمرك حبيت بجد هو في حب بجد وحب كده طبعا الحب اللي بجد هو اللي يستاهل ان الواحد يتغير علشانه زي مسافره وعامل حفله بس حازم جالك على غفله ما تفهمش غلط انا بعمل كل ده عشان مصلحتك ومصلحه اختك صدقني مصدقك طبعا يا بيه بس انت المره دي فرطه منك جامد يا بيه مش لما انت ليك في النظام ده تقول لي برضه حازم حبيبك نظام ايه هظبطك فاهم غلط على العموم بص يا حازم انا هشرح لك كل حاجه بعدين تشرح لي ايه يا باشا بلبس الالعاب اللي انت لابسه ده ساعات حلو طبعا يا باشا ماشي مع الشبكه اللي بره شبكه ايه الشبكه يا باشا اللي بره يا باشا عشان كده حضرتك حطتني في الاداب عشان اتستر على جرايمك يا بجم افهم انا فعلا ابتديت اجراءات نقلك بس انت ساعدني نقل ايه يا ابي وتكلفه ايه كنت مثل الاعلى وخلاص انهارت يا سفاح الاندر ايدج اخرس ولد حازم عزمي حبيبي وحشتني عزمي انت نمت ولا ايه روحي دلوقتي ما وحشتكش يا حبيبي وحشتني بس ايه ده فظيع قطك دي ها قطك ايوه سريرك ده والحافي بجد يا عزمي وحشتني موتي حبيبي وحشتني بس روحي دلوقتي بعدين بقولك يا عزمي الجو ده ما بيصيرش جواك اي مشاعر ناحيتي مين دي يا عم المسير دي مجموعه من الاندر ايج جايه تسلم عليها ربنا يوفقك يا باشا طول عمر الاولاد معايا بتاكل شكل الشايب كده هو اللي هيقش طيب بعدين اقش ازاي وفي جوكر واقف وراكي ايه ده مين ده انا ناجي صاحب عزمي كنت معاه في الفصل مين انا خال عياله حضرتك ما عنديش عيال شوف الشقه اللي فوق يا جدع انا ابراهيم اخو منار خطيبتك احنا مش اتفقنا ان انا اشوف المطرح ما تفتح عروف ومستعجل ليه احنا اتكلمنا في الموضوع ده من 6 ساعات بس افتح انت سيبني واقف على الباب بره ولا ايه افتح وحشتني ايه ده كله بسم الله ما شاء الله
ده حاجه حلوه قوي، سقف عالي، الحاجات بتاع الزمان الجميله. انت جاي تشتري الشقه يا ابراهيم؟ مفيش حد هنا ولا ايه؟ مطبخ صار. ايوه كده، لا ده شغل عليه قوي قوي. الشقه الطويله العريضه دي عايش فيها بطولك فرداني. كله عاوز يبقى بالفلق يا جدع. ما تخمسش في وشي، احسد مالي؟ قصوا انت جاي في نص الليل عايز مني ايه؟ عاوز ايه؟ كل خير. انا حاسس ان احنا بقينا اخوات. قوم لما تزنق في مصلحه يبقى قله الاصل على الكيف لو رحت لحد غيرك. يا جدع احنا شباب زي بعض، عايزك تحس بيا. احس بيك يعني ايه يا ابراهيم؟ ايه ده؟ ايه ده؟ افهم معايا موزه وعايز مكنه. اوعى يا ابراهيم، اوعى يا ابراهيم لو سمحت، لحد كده كفايه قوي. في ايه يا جدع؟ ايه اللي في ايه؟ لازم تفهم البيت ده قطها وقشط بيت في مصر الجديده كلها. يا جدع مراتي، مراتي ضاربين ورق عرفي. اشوف العقد العرفي لو تقاومت. انت مش مصدقني؟ اه انا مصدقك يا ابراهيم، انا بطمن على العقد اللي يكون ضاع. المهم بقى يا معلم، الموضوع ده يفضل في السكرته، يعني منار واختي ما تعرفش عنه حاجه. حاضر يا ابراهيم. لو منار عرفت سمعتي. سمعتك. سمعتي. حاضر. اتفقنا. ما بيت اقفل دي بس. صباح يا صباح. مسا عليك يا ابراهيم. خلي ما تتكسفيش، ده بيت اختي وده الاستاذ رؤوف جوز اختي. اهلا يا هاني. صباح مروحه، اصل مدورها ومطرياها. اوضه النوم جوه في سرير بمله بمله. اخيرا حنمدد. يلا روف اعمل الصح. اللي هو ايه الصح يا ابراهيم؟ ازازتين بيره مشبرين، حتتين لحوه مشويين، سكرتين ملفوفين. يا طاروخ معلش يا ابراهيم، المكونات اللي انت طالبها ما بقاش بيت اختك، بقى بيت ضعاه. الشغل بره وبعيد. يا رؤوف يا جدع بقول لك ورق عرفي. طب مطلوب اعمل ايه دلوقتي؟ خلاص يا عم انا اللي هعمل، انا هنزل اجيب شويه طلبات لزوم القعده واروق الدنيا. قومي يا بنت رشي كتتك بشويه ميه. طريها طريها. بعشقك يا موزه. دار يا دار يا دار. ما تتاخرش يا اخ ابراهيم. فريق وحدك بتشتغل ايه؟ يا دار قولي لي يا دار راحوا فين حبايبي الدار؟ فين 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 فين؟ في ايه يا حبيبي؟ بتشتغلي ايه؟ صوصك يخرب بيتك يا ابراهيم، ازاي تتجوز الاشكال دي؟ على فين يا جدع انت؟ طالع بيت يا جدع. بيتك فين؟ عند الاستاذ رؤوف. وما قالكش؟ لا ما قاليش. اقول لك انا بقى، انا شيل رؤوف اللي كنت مسافر ورجعت بألف سلامه. هتلاقيني رايح جاي، معايا ضيوف، معايا ناس. حكيت معايا هديك 100 قلم. لو على ايه؟ انا اذنك. اهو جيسه بقى بومبا. استنى بتشتغلي ايه؟ طيب عملت ايه؟ ايه رايك في ايه؟ مش فاهم حاجه يا بيف. ايه؟ مش مشكله، خد ساقعه البيره دي. لا انا بحب اشربها سخنه عشان بتفكرني بالشوربه. بعشق دماغك. حول ولا قوه الا بالله. ربنا لولا انها مراته اللي كنت طلبت له البوليس دلوقتي. خش يا مياد، خش خد راحتك على الاخر. بس ديت ايه ده؟ مسا مسا رؤوف. مسا منو يا سيدي؟ يا جدع انت لغين، عيش معايا اللحظه. اقول لك مسا مسا رؤوف تقول لي مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا ابراهيم. مسا مسا. ايوه كده. قول لي مبروك. الف مبروك على ايه؟ اتجوزت. امال فين صباح؟ صباح مين؟ صباح اللي جبتها قبل كده وقعدت هنا وضحكت برضه، مش كانت واضحة؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا ابراهيم، انت عايز خد البيره دي ساقعه، اعمل معاها الصح. الله يخرب بيت منار واليوم اللي شفت فيه منار. بدون ايه؟ مسا مسا ابراهيم. مسا مسا رؤوف. مسا مسا رؤوف. تعالى يا هاني، خد يا حبيبتي، اعتبر البيت بيتي، خد راحتك على الاخر. مسا مسا رؤوف. مسا مسا ابراهيم. قول لي مبروك. ألف مبروك على إيه؟ مسا مسا رؤوف. مسا مسا يا أبراهيم. هات سقعة لك كبيرة، هات سقعة لك كبيرة. الله يخرب بيت رؤوف وبيت فلوس. بتبطل تقولي يا. لا بقول مسا مسا يا أبراهيم. مسا مسا مدام. حصلت لنا البركة. أحب أعرفك بالعيلة، أنا إبراهيم مصلحي، والباشا المتوج ده الأنسة منار مصلحي،
اختي موظفه كبيره قوي في سوبر ماركت كبير قوي، شغاله مع رؤوف، اكيد حضرتك عارفه يعني. اما انا بقى وعوز بالله من كلمه انا قسط نقاش كبير قوي، قسط نقاش من اللي بيتعدوا على الصابع الايد العشر. نقاش؟ بلاش تواضع يا ابراهيم، ده ايده تتلف في حرير. جرى يا حاجه، وماله النقاش لا مؤاخذه؟ انا ما قلتش حاجه، الشغل مش عيب، بس انا متاكده ان انا شفتك قبل كده. جرى يا رؤوف، حضرتك يعني يخلق من شبه بعين، كل الناس تقول كده صح ولا لا؟ وبعدين حضرتك اسبايم يعني ملامحه مصي قوي مصي قوي. يا تيتا ارجوكي خلينا نركز في الموضوع اللي احنا جايين له، احنا جايين نخطب البنت دي، مش جايين يا تيتا نشبع عباشو. عموما الراجل اللي انت عايز تجوزه اختك ده راجل خايب ما يعرفش يشيل مسؤوليه نفسه. إذا كنتوا عايزين ترموا بنتكم جوزوها له. يا تيتا أرجوكي خليكي محضة خير لو تقاومت. لا مفيش خير، خير إيه؟ أنت عمالة تبيع وتشتري فينا ليه؟ جرايا وليا. وليا؟ بس أنا عرفت شفت البقف ده فين. بقف يا أخي، ما تحترمي نفسي. لا يا جماعة صافا منار. بلاش مشاكل يا إبراهيم. صلي على النبي تتسلم. حيوان. قدامي يا حيوان. قدامي. عرّة. عرّة عرّة مين يا دراجي؟ إبراهيم بس بقى. خلاص يا منار. البنت دي مش هتتجوزها. حظك قليل طول عمرك. عايز تمرمط اسم العيلة يا حيوان. عيلة ايه يا تيتا؟ ما العيلة خلصت، ما فاضلش غير حضرتك وعبية دي. اتفضلي. دور. استغفر الله العظيم يا رب. هو في حاجة يا صروف؟ حضرتك ليه؟ دي جدتي ليك فينا يا حضرتك. أنا بطمن. ما تطمنش بس الفضول، بحب بحبش الفضول لو تقام. ناس يا مش هقطعك شقطة. بشك قوي. طب تحرجني على فكرة. معلش معلش معلش. يعني انت عايز استنى لغايه ما المره دي تموت؟ ما هو ايه يا واعي انها جدتي، ايه اللفظ ده؟ بص يا انا كده زميلي ليا حق عرب، واخد حق حرفه واسلوبيه. انا استعملتك بصراحه كتير قوي يا رؤوف، وده ضد طبيعتي. ليه بقى؟ على اساس انت برضو جوز اختي المستقبلي شقيقي اخوك. بس اسمع يا رؤوف، الفرح لو ما تمش في خلال اسبوع يا رؤوف يبقى راسك انت والتتة هتعلق على باب حارتنا وبالعشيره بتاعتي. ابايم ابايم احنا في مكان عام يا جماعه. عندها عندها يلا. قوم يا بيت. يا استاذ ابراهيم اهدى. اقعد يا امشي يا منى امشي. وقفاني ليه؟ تطلع الله امشي يعني. الف هنا وشفا باي. مسا مسا رؤوف. مسا مسا باي. معلش ازمه وهتعدي ان شاء الله باذن الله. شكلها مش هتعدي يا ماما، شكلها مش هتعدي. انا بتضمه. هقول لك ايه، خاف اوح، حاسس ان البيت بقى جهنم. جهنم؟ اقول لك ايه؟ ايه؟ امسك امسك بسرعة بسرعة يلا امسك. ايه دي؟ نحاشي مش دي ايه يا خيب بيتك؟ بتحطولي في ايدي يا موام. ناقص احاق في الكافيه، مش كفاية لغايب زفت بايب، عامل بيها ايه دي؟ دي تضرب منها الجرتين خلاص؟ هتلاقي نفسك بقيت عامل زي الاسد، وجدتك دي بقيت قد البرص. الله يخيب بيتك يا موام، الله يخيب بيتك يا موام. الله يخيب بيتك يا موام، الله يخيب بيتك يا موام. يا متخلف بتعمل ايه؟ بتشرب حشيش؟ ادي جسم الجريمه يا حضره الضابط. اجيال بحالها بتتدمر، انا جايبها مخصوص علشان يقول على الدال والحشيش. ما هو صاحب السوق انيل من 100 واحد بتاع حشيش. يا راوي يا هانم ارجوك راجعي نفسك. اراجع نفسي يعني ايه؟ يعني الصلح خير، الولد غلط اه، بس ده طيش شباب. وفي الاول وفي الاخر انت عارفه طبعا ان الشرطه اخواتكم واهاليكم، وانا يا ستي اعتبريني ما شفتش المخدرات دي خالص. انتوا مالكوا سلبيين كده؟ اللي اخطا لازم يتعاقب، وقاعدين نقول بره بيتقدموا واحنا بنتخلف ليه؟ عشان فيه ثواب وعقاب. يعني ده اخر كلام عندكم؟ ايوه احنا مصممين. انا حضرتك اللي جبت المخدرات ديت وانا بتاجر فيها، ولما ببيعها بنصب على الناس كمان. وانا لو حضرتك تتذكر جيت لك بقضيه ضعاوة قبل كده ومشيتني، دلوقتي جايبه مخدرات بلوه بلوه بتحرق شعوب وبلاد. يعني مش يعني لازم اقتل مأمور اسم عشان تحبسني؟ يا عسكري حط الكلبشات في ايده. ايه ده؟ استنى يا ابني، ده بخور يا ابني. للاسف يا تيتا مش هنقدر نعمل له حاجه. لا يا فندم، أبوك 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 مش
عايز اروح. بتشرب مخدرات يا رؤوف؟ عيني عيني هتعميني. بتشرب حشيش؟ انت حميني بقى، حميني بقى، ده الضابط اللي في اسم اللي عنده ده بابي قال انه بخوه. جبت منين حديتك مخدرات؟ وانت بتتنيل تطفحها، كنت بتشربها على انها بخور ولا مخدرات؟ معلش بقى تيتا سامحيني، يعني النوايا دي بتاعت ربنا، بس بتاعت ربنا. وبعدين حضرتك يعني هو بشربها ليه؟ ما هو مقهر اللي انا فيه. بص حضرتك محصاني ازاي؟ ايه ده؟ مقهبيني وخلاص، انا هنتحي يا تيتا. كل ده علشان البت اللي واكله عقلك؟ اه. انا عايز اعرف فيها ايه البت دي ولا في اهلها؟ ده اختياري. اختيارك؟ اختيارك ايه؟ بتعرف تختار؟ بتعرف تختار يا متخلف؟ على فكره ما اتحطتش في اختبار قبل كده عشان تحكمي على مستواي حضرتك. طيب انا هديلك الفرصه، اللي بيشيل قربه مخرومه بتنقط على ظهره. لا اسمها بتخو، مش قربه، بتخو مش بتنقط. بعد اذنك. اقلعي. ايش؟ مش وقت ايش خالص، اقلع عمود. كيف دوك اوتام؟ تغفي دودا. عميش بخاله مسكيما. تغفي دودا. اهلا 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 لمؤاخذه، تفضلوا. يا اهلا وسهلا. شوف دخلت الحريم تسرح كده، التنير رجاله قطعوا يقفلوا اليوم. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا سكينه؟ ازيك يا كتاكيت؟ اهلا اهلا. الكتاكيت بقى مكسوفين، انت عارفه بنات اللي من دول بيتكسفوا. لا في كسوف وفي حد غريب دخل. بص عشان انفوك كده تحب اقلع لكم مرت والنبي اللي عملت سعيد. ايوه اهلا اهلا اهلا، مساء الله. مواضيعكم سابقاكم. الله 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 الله، غمض عينك يا حلوة يا مقصة انت. يخرب بيتك وبيت اللي رباك. البنت دي متجوزة من وراء اهلها. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت قلتيه ده يا خالتي نوسة؟ انا مش ممكن اعمل كده ابدا. كدبة، هتاكلي بالسبسب وحط وسف في النار. متجوزة من وراء اهلك وبتضربي بانكو. ها؟ هي فعلا يا خالتي متجوزة عرفي وجاية لك تشوف لها حل. الله يخرب بيت بتوع العرف وسنينهم، دايما يجوا بعد العرف. مفيش واحدة فيهم تيجي قبل العرف، لا يجيبوا البلوى ويجوا بيها. يا ساتر يا رب، ورينا يا ابني، ورينا ورينا. الواد ده اسمه وائل يا بت. طب بصي بقى، الورقه اللي كتب عليك فيها يا هبله سايلها عند واد اسمه سيد في العباسيه، تروحي تجيبيها منه وتقطعيها. الواد ده مش بتاع جواز. يلا يخرب بيت الجسم يشال منها اللي عليها جامد يا سعاد. طيب يا ستنا قولي لي بقى موضوع بنتي ايه؟ والنبي ما تقلقي على بنتك، تعالي يا امور. تعالي يا حلو، تعالي يا ماما تخافيش. ما شاء الله ما شاء الله يا اختي، بطه بطه. تعالي تعالي تعالي. كل حاجه كل حاجه. بقولك ايه يا حلوه، الواد اللي انت بتحبيه قليل كده وفي دايما حاجه هامه على ظهره كده، سايل نخله، سايل بلكونه، الكونترباس. ماليش دعوه، يركب ميكروباص يركب. لا لا الكونترباس يا خالتي. المهم هو كده. الله 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 الله. اسمه ايه؟ أمور؟ تيمور. تيمور. الواد ده ابن حلال يا سعاد. بس قوي يا خالتي. واحدة هنا خالتي كمان يا اختي بطة. الواد ده هيسعد البت دي، خلي بالك الطالع بتاعه حلو حلو قوي. ايه ده؟ ده وقته. استنى ما اقول لك بنت يا سعاد. هقولها هقولها. لا تسمعي ده ما يطلعش بره. البت بنتك دي غلبانة، لو ما اتجوزتش الواد اللي بتحبه في ظرف 7 ايام هتتعقد وهتموت في حاسة موسيقى. يا مسمتي يا اختي، يا مسمتي يا اختي، يا حبيبتي يا بنتي. لا لا بكتب الله، الاسبوع الجاي اتجوزها له. الحلاوه ليكي يا ستنا. ما باخدش حلاوه يا حبيبتي، دول عيالنا. طب استني كده، انا عاوزاكي في موضوع يا ستنا. عينيا، عايزه فلوس؟ لا جاتي كشف يا بنت. انا خالتك، انا معايا 170 جنيه فايدين من التومين، تاخديهم؟ لا مش عاوزه فلوس، عاوزه اخاوي عفريت ابن عفريت ابن هند يطلع عين الوليه معاطف اللي مجنناني مطلع النخل في عينيا. رخاوي؟ ايوه. تيجي في السكه دي ليا.
هتستحملي احكامهم على راسي من فوق؟ اخليك تنقل، بس افتكر ان انت اللي اخترتي. ابعت لي اخر اتنين في الكشف يا حبيبي. بس يا بنت الشوهية، ايه شفتوا عفاريت؟ يا بويا تبصر ما عندكين دين. جاهلة، ايه رأيك يا منوال؟ اللي جرالك مالك اتبطيتي كده؟ يلا خدي ده، لكن ده حبيبي انا. واوت مصر كلها موارد. الله، انت سايب التلفزيون مفتوح؟ اوعى كده، اوعى من قدامي يا ابني. ليه يا رؤوف؟ انت ليك في العتاقي؟ ده هتبقى مذبحة يا شريف، مذبحة. مزة يا رؤوف. ماي جاد. جرايه يا مز، ما تدخلي مع صحباتي. اخس عليك يا فايم. دبل قاعد. الست دي كدابه. اخلصي، قصدي ما تتكلميش غير لما اقول لك يا شويه. يا راوي هانم، الموضوع مش بالسهوله اللي انت فاكراها ديت، يلزم له ادله وشهود. يعني حضرتك صورتي الواقعة بالموبايل مثلا؟ اصور اصور ايه؟ قلت لك شفتهم بعينيا دول. انا مش منقوله من هنا الا ما تدخلهم كلهم في التخشيبه وتدور على النادل اللي هرب وتجيبه هنا. يا مدام راوية، انتوا مش بتاخدوا في المانيا المواضيع ببساطه برضو؟ مش عرفك ان انا كنت في المانيا؟ ما انا والاستاذ رؤوف عشره قديمه، قابلته في لجنه قبل كده هوت وهو سايق عربيه حضرتك. تبقى انت اللي خبطت عربيتي. شكا واحد ظابط، حضرتك جبت من الاخر بصراحه. ممكن كلمه على مفاض؟ ثانيه بعد اذن حضرتك. اتفضل. يا مناو النمر غلط. حد الظابط، انا بقترح على حضرتك يعني ترميني في التخشيبه من هنا للصبح، نروح بقى في التخشيبه نفكر في اي جريمه. وبعدين هنفكر ليه؟ ما الجريمه موجوده، انا المسؤول عن اللي حصل في الشقه بالبنات دي كلها. ايه راي حضرتك؟ لكن مروح انا مش عايز اروح. عايزك تتاكد تماما يا رؤوف ان الظابط لازم يطبق القانون ويحافظ على المواطن، وانت عارف طبعا ان الظباط دول اخواتكم وقرايبكم. وانا كان نفسي اساعدك واحبسك. معلش يا رؤوف، خدتي طوروا. أرجوك مش عايز أروح. اتولدت قصير وقلنا ماشي، يمكن يكون ده حافز ليك عشان تبقى حاجة. بيقولوا الدكاترة إن القصيرين دول عندهم ذكاء خارق، لكن أنت طلعت أهبل. دي حاجات بتاعة ربنا يا تيتا، مش هنتدخل في شو ربنا. طلعت عينينا في الدراسة ونجحت بالعافية، وهو بقى عندك 40 سنة ومعرفتش تعمل لا بيت ولا أسرة. سبحان الله تيتا، حضرتك فتحت الموضوع اللي أنا كنت عايز أجاجع حضرتك فيه. يعني إيه هو يا ولد الموضوع اللي أنت عايز تكلمني فيه؟ حضرتك تيتا حضرتك، بس مش عايز حضرتك تتعصبي عشان الجو مش ناقص توتر زي ما حضرتك شايفة يعني. وبعدين عشان أعصاب حضرتك. في إيه تيتا؟ إيه اللي قلب الصورة دي؟ حضرتك إحنا قلبناها عشان نحافظ عليها يعني. دي صوت حضرتك، دي صوت حضرتك. تعدلها دلوقتي حالا. حاضر. وبعدين تنظف البيت ده اللي بهدله صاحبك الصايع اللي هرب. وبعدين تتخمد عشان هنصحى الصبح بدري نروح نزور رمان. تيتا تتهاوية تتهاوية. ولا قشطة، صبح تاتا اتنين في تلاتة. ايه رأيك في النظام بتاع امبارح؟ وحياة ابوك ما تفكرنيش، شقة زبالة ونسوانها كلها عايزة الحرق. ليه نوفل قاريني غلط؟ ده انا بحبك يا عم. قاريك غلط ليه؟ انت الماني. سعادتك طلبت امبارح تروح شقه فيها نسوان بلدي. انت هتسلح لي حته زبده. ايه الماسك الجديد اللي داخل علينا ده؟ ما ينفعش، انت ضيفنا النهارده وانا لك. عيل جديد اسمه بسيوني حاجه كده. بسيوني؟ اه بسيوني حاجه كده. بسيوني، يبقى انت جبت اسمه الثلاثي وحبيته، وان شاء الله هيتحط في الموسوعه بتاعه طارق كابو. اوعدك الدنيا حلوه. تعالى نلعب كوتشينة على المشاريب. لا اعتبري نفسك كسبتي واروح اجيب انا المشاريب. يا في ايه؟ ولد بصحيح. يا ربنا يا صباح اللي بتغني. سندوتشين ودينا حاجة ساعة. يا حبيبتي دايما البداية عندك. بالهنا والشفتاشي. اقول لك حاجه، مش متفائل. اهدى انت بس. مش تحاسب؟ انا برضو اللي حاسب. لا انا
لا انا بوتاجاز معدي، ما تهدي في ايه؟ انا بحذرك. طب وحياة ابوك بلاش الصباع ده، هتندم. بنفس الصباع؟ بنفس الصباع؟ ما تهدي، تحتلف في دماغك من الصبح. يلا كده احلى. الله 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 الله، سخنه عذبه. ايه يا عم مش تحاسب؟ برتقان ومانجا وخيار. بس انت اكيد ما تقصدش. وعامل لي فيها برم، في برم يقع على الواقعه دي. والنبي يا اخويا وحد ابوك ما تبقاش تلمس الحاجه اللي مش بتاعتك. انت تقصد القصه يعني؟ انا كنت بعجلها لها عشان وشها ما كانش باين، وبعدين شايفك متنرفز قوي يا عم. دي قصه قصه. بسيوني. نعم. قولي انت وراك ايه بالليل النهارده؟ لا والله ما ورايش حاجه. طيب اصل انا كنت عامله حفله في البيت عندي، ويا ريت يعني تيجي. لا والله مش عارف، احتمال يبقى عندي مليون حفله. طيب عموما يعني لو خلصت وعرفت تيجي يبقى تعالى. مش هيك. هتيجي. مش هيك، انا حر. بسيوني مستنياك. هات شاي يا علي. يلا مروان. تعالى. مهلا. جميلة. يلا مروان. يا اهلا وسهلا يا شواح، نورت الورشة غالية. ما تلاقوش، ما فيهاش حاجة، سليمة إن شاء الله. لا حضرتك فاهم غلط، احنا هنركن بس 10 دقايق. تركن بس؟ طب شيلوا القرف ده من هنا عشان ده محل اكل عيش. لما تتكلم عدل يا جدع، انت في ايه؟ الله، هو كل واحد عنده حته حق صغير خايف عليه ومش عايز حد يركن قدامه؟ طب مش هنشيلها. مش هتشيل. مش هنشيل. عادي بقى وختامت نادي يا ابراهيم. انت بتعمل انت معايا اسود يا اسود. ما تيجي فرصه تعال نطلع البلد ده. انا بصلح بس. لا مش للدرجه دي، فهمتك يا مروان؟ لعلمك مش حلو يعني بتعمله ده عشان انت في منطقتك يعني مش موجوله. وكلمه تانية، هفرد الحزام. تفرد الحزام؟ ايوه. امشي القرف ده من هنا يا. شيل القرف ده من هنا، ده انت مستهيفنا بقى يا. مستهيف. ايه المفاجاه دي؟ وهتتضرب ويتعلم عليك كمان. ليك شوف حاجه يا. لا يا باشمهندس مالناش شوف حاجه، عشان انا بكلم الاستاذ. انت ايه اللي دخلك؟ تسال كبير المنطقه ايه اللي دخلك؟ هو معاه حق. لما انت تتكلم وانا واقف يبقى لازمتي ايه؟ الراجل بيسال ايه دخلك؟ انا فين من كده ولا ايه؟ اقف في كده كمان. وكده كمان. ليه العنف ده يا استاذ؟ انتوا جايين لمين يا ده؟ مش فاكر. مين اسمها ايه؟ منار. منار جايين لمنار. منار مين يا؟ انت ما فيش الحاره كلها على منار. اختك كريمه. شرف يا نهار اسود. شرف. انا نفسي معلش، اصل هيما اخويا كبير الحته، مفيش لا شرده ولا ورده بتعدي من تحت مناخيره. خش انت بيت دلوقتي. طب عشان كلكوا شيش. خش جوه بيت. وانت بقى لمؤاخذه يعني ظروفك يا زميلي؟ الحمد لله الحمد لله. ظروفك ايه؟ ظروفي انا وقوف وقفة طمان. الحمد لله موظف في السوبر ماركت، وباخد 1000 جنيه في الشهر. وبناخد حوافز كل 4 شهور يعني. اكيد منار موصله المعلومه دي حضرتك يعني. وهتفتح بقى بيت ازاي بقى 1000 جنيه مفتح؟ ها ما ان شاء الله باين بيه ان شاء الله. يا ربنا يسهل مرتبي على مرتب منار، وربنا يسهل. يعني انت حاطط عينك على مرتب البيت؟ يعني انت طماع يا زميلي؟ تصدق فعلا شكلي طماع. انا طماع. انا اسف انا اسف. انت عندك حق. سلام عليكم. يلا على اذنك. اقعد يا انت اهو. المهم عندك مقنع؟ عندك شقه يعني؟ ده رؤوف عنده حته دين شقه تحفه في مصر الجديده. مصر الجديده؟ بنت دي طول عمرها حظها قليل. والله انا راح اشوف الشقه. طبعا شقه اختي الوحيده شقتي، لازم اطمن عليها. مش اي منطقه كده والسلام تسكن فيها هي يعني. ها؟ طبعا حضرتك يعني اتشاف وتأنس طبعا اكيد. عن اذن حضرتك. يلا على اذنك. ما تخلص يا هو. الا عن اذنك. عن اذنك.
تخش يا تفكر انت مسكني مين بترجعني ولا ايه؟ لا يابا اخلص يا ما بفهم حاجه. انا خدت معايا البيت وخدت واديت معايا في الكلام وعايز تخلع. عايز تخلع الناس اللي بره في الحاره دي تقول عليا ايه؟ تقول المعلم ابراهيم ايه؟ هتقول كل خير. انا مش مظبوط يا مروان. مالك في ايه؟ مش عارف مش عارف مش عارف يا مروان. دي في ايه بقى؟ موضوع الخطوبه والهبل ده ما ياكلش معانا عشان احنا عيال ولاد بلد. هتفضل بقى داخل خارج عروستي؟ لا ثاني ما انا بحبك. لا انا دمي حامي شطه مولع، ما احبش اللي بيتدلع. انا كبيري مات ياه. الله يرحمه يحسن اللي ربنا ما نعرف. يعني داخل عليا بطولك يعني ما معكش غير الافند اللي بيلق ده؟ انا كبير مات يا ابراهيم. بتقول ايه يا حلتها؟ لا ربنا ما فيش حاجه. جدي ومان مات. مش جدي مات وانت حضرت عزاء؟ ان شاء الله يفرمني قطر مات وحضرت عزاء يا استاذ ابراهيم. يا بابا خلاص احنا بالصلاه على النبي كده نقرا الفاتحه قبل الموضوع ما ريحته تطلع. بس ثانيه واحده بس يا استاذ ابراهيم، هو حضرتك ليه محسسني ان رؤوف غلط مع الاخت؟ غلط مين مع انت بتقول ايه؟ لا بيقول محسسني محسسني بس بقى مروان. بس يا مروان اما الرجاله تتكلم بالمطاوي تخص خالص. ممكن حضرتك تديني شهر بس يا ابراهيم اجمع نفسي بس شهر شهر. مفيش مشكله. حاضر قدامك شهر بس نقرا الفاتح. نقرا الفاتح. نقرا الفاتح يلا. طب نكمل الفتحة. يلا يلا عارفين يا يلا هعمل معاك الصح. صحيح يا اختي يا حبيبي. يلا يعني انت مبسوط يا ابراهيم؟ انا فاكرك هتعمل فينا حاجة. يا مناشوة. مناشوة مين يا ابراهيم؟ يا مناشوة يا ابراهيم. بيه مناشوة بنت منار اختي اتخطبت. اختي منار اتخطبت. رؤوف بالظبط وسط رؤوف النار. زغلط يا بنت. عايز نار اجي لك على ابني وسطك ده. وعنوان شغله. تتكلم بجد؟ يا فرج الله والله ما مصدق. والله العظيم ما مصدق ما مصدق. ايه اللي انت عملت ده بس؟ على المهم ما تقلقش انا حافظه. المعلومات اللي انا جايبها دي جايبها من واحد صاحبي سواق عند واحد لواء جامد قوي في الداخليه. اخوك اسمه فواز الخبيري، رجل اعمال جامد قوي، عايش في دبي او في الامارات انا مش متاكد. نعم. على العموم الف الف مبروك يا فوزي. الله يبارك فيك يا صاحبي. بس ما تنساناش بقى يا فوزي. يا جدع عيب انساكوا ايه؟ ده انا همحيكوا من ذاكرتي. عيب عليك يا جدع. يا جدع عيب ايه؟ تحرقوا بجد كده يا فوزي؟ انت صدقت؟ يلا ده انتوا اخواتي. انا خلاص هعمل الشريط اللي بحلم بيه وهعدي. يبقى تدفع الفلوس اللي عليك يا فوزي طالما عديت. انت كنت سامعنا من الاول؟ فلوسك هتاخدها على الجزمه. جزمه صندل بس هاتها. معاك تليفون؟ معايا. بيكلم محافظات ولا لا عشان اكلم دبي؟ بيتكلم. ايه التليفون الحقير ده؟ ده تلاقي اخويا في دبي مديلي الكلب بتاعه حافظ النمره. ايوه فنان. اخلص اخويا. وحشني وحشني وحشني. اتفضل عند ليه. مرحبا. حد رد؟ لا انا بجرب عشان لو رد. بس هو حاليا بيرن 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 بيرن. الو سوري. لا انا مديرة اعماله. الخدامة يعني. اجري يا بنت قولي لسيدك فواز بيه ان اخوه سيدك فوزي بيه بيكلمه من الدقي. اقول اسمك؟ يا ريت. ولا اخليها بعدين. بنجوا الغزاله اللي هيصطادها وكتفوها. خلوه يصطادها. خلونا نخلص بقى في اليوم ده. يلا يا جو. نعم. جبت الغزاله اللي هصيدها؟ جبنا غزلتين سعادتك ومدربين على الصيد. اوكي. صبتها. انا شايف الغزاله طاحت وماتت يا جو. ماتت وشبعت موت يا فندم. لكن ليه انا اتخيل انها تتحرك شوي؟ دي حلاوه الروح يا فندم. والله المره هذه في القلب عشان ما تتحرك. هلا هلا يا فواز. هلا هلا يا فواز. جود مورنينج مستر فواز. ايش فيك يا جمانه؟ مستر فواز تليفون مهم لحضرتك من واحد بيقول انه من الدقي، بيقول انه اخو حضرتك. ايش دقي وايش يا اخوي؟ انا مالي اخو. الو الو يا فواز. يا حبيبي انا اخوك فوزي. انا هبكي فواز والله هبكي. انصحك ما تتكلم مره ثانيه. هاي انت ما تدري ايش في يدي. اها طلقه واحده ما تلاقي ودانك ولا نفوخك. ايه يا فواز الاصوات الكتير دي يا حبيبي؟ انت بتكح؟ لا خد بالك من نفسك. ايه؟ لا 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 المبلغ مش كبير تافه. الولد السواق انا كنت في المصيف ففاضل له كام شهر من مرتبه. ما فكرتنيش ليه في المصيف؟ ما انت عارف مكان المصيف. ايوه اوكي ابعتهم كلهم او الباقي ياخدوه اهله غلابه فقر. طب يا حبيبي اسبوع. اوكي اوكي باي حبي. باي باي.
اسبوع فلوسك تبقى عندك على الجزمه. نستحمل اسبوع. هات الموبايل. طب ما تخليه معايا واجيبه لك مع الفلوس. اقول لك هات الموبايل. خد يا رب الشبكه تفرقع في وشك. طبعا يا ابو الفوز اخوك فرحان موت انك كلمته. اكيد يا ابني ده الدم بيحن. الدم بيحن لدرجه انه قفل السكه في وشي. شفت؟ مش قلت لك الدم بيحن؟ بقول لك يا فوزي إيه؟ احنا ممكن نحاول نجيب نمرته ونتصل بيه. ايه ناقص غباوه؟ ما هو خد التليفون ومشي. الحل الوحيد يا فوزي انك تسافر له. اه سافر له، شايف حق التذكره في جيبي والفيزا وكله تمام. فندم والنبي يا فندم اعمل معروف بقى، خلينا نجيب الولاد هنا ونعمل الحفل. هتفضح. انت بتقوله ده لا يمكن يحصل الا على جثتي. كده العيال هياخدوا بالهم بره. يا ريت يا اخي ياخدوا بالهم، ويا ريت يكون عندهم دم وياخدوا بعضهم ويمشوا. هي دي الحفله اللي عدايه؟ جايب لي كهارب ومزمار بلدي، قول لي لها حفله طهور يا سيباسيوني. ده انت ناقص تجيب لي حصان في البيت. والله دورت ما لقيتش ولا حصان. ده انا كنت اضربك بالنار. انت هو حصان في بيتي؟ انت مجنون يا فندم. معلش عشان انت نسيت احنا في مهمه يا باشا. ملعون ابو جيب مهمه. تتفضل. بقول لك يا جدع انت بسيوني ولا زفت؟ بفكرك قبل الساعة 12 تكون مسرب الكلاب الضالة بتاعتك دي من هنا. 12 ما نلحقش، نبقى لسه فكرة الساحر. ساحر؟ ايوه. لو انت هتجيب لي ساحر كمان؟ ساحر هنا في بيتي؟ فندم انا اللي هعمل لك ساحر واخد عينيك في ايديا. انت مجنون يا سيباسيوني ساحر. فندم بص، شايف العيال ومسجنين بره على الاخر والخلطة ماشية زي الفل عشان خاطر يا فندم. هم دول عيال، دول عيال سفلة جايين. انت بتلمسني زي يوم الحرز جايين. اه وازيك يا ابو العزايم؟ وايه القمصان دي المسخره؟ ميه وبحر يا راجل، ده احنا بردنا يا راجل. انت جميل. ايه يا بسيوني سايبيننا واقفين هنا ليه بقى؟ سايبينكم معقوله؟ ده انا كنت بتكلم مع عزمي في موضوع كده. يا جماعه هاف فن، البيت بيتكم، خدوا راحتكم، كسروا الحيطان، اعملوا اللي نفسكم فيه. انا كنت خايفه يعني لا يكون القبطان عزمي بيه يعني متضايق من وجودنا ولا حاجه. القبطان عزمي بيه؟ لا لا يا جماعه احنا نشيل الكلفه بقى. قولوا له يا واد يا عزمي يا ابو العزايم. عزمي ده راجل هلاس طول عمره ويحب الهلس، مش كده ولا ايه؟ اه طبعا. ده هفن 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 هفن. طب عن اذنك بقى يا عزمي باشا، انا وانجي عايزين نقول كلمتين كده على جنب. ها طيب، وهتسيبني هنا لوحدي؟ اغزيبك ايه؟ مايا خدي راحتك على الاخر. طب واخده راحتك يا مايا على الاخر. روحي هفن معاهم. هفن، روحي هفن. سيادة القبطان، هفن معاهم. سيادة القبطان، عاوزه ايه؟ انا خلاص قررت تعلمني الغطس، يلا غطسني غطوسة. ايوه مفيش انابيب تشيل الحجم ده، هحاول اشوف لك فنطاس يقدر يشيل ان شاء الله. لا انا عايزه اغطس دلوقتي. فين؟ هنا؟ ايوه في الشقه. عاوز تغطسي في الشقه؟ يعني انا مش هغطس. كسرت المكتب. الله، حلو قوي الجو ده يا بسيوني. انا فعلا كنت محتاجه تغيير. يعني هو ده التغيير من وجهه نظرك؟ اوف كورس، واحد يعني لازم كل فترة كده يغير من موده، يعني يعمل كده حاجة أورينتال عشان ما يزهقش. بس على فكرة يعني التغيير ممكن يبقى مش من بره بس. اه بس يوني، انت عمرك حبيت بجد؟ هو في حب بجد وحب كده؟ طبعا الحب اللي بجد هو اللي يستاهل ان الواحد يتغير علشانه. We'll be right back.
وزي مسافرة وعامل حفلة بس حازم جالك على غفلة. يا ابني ما تفهمش غلط، أنا بعمل كل ده عشان مصلحتك ومصلحة أختك صدقني. مصدقك طبعا يا بيه، بس أنت المرة دي فرطة منك جامد يا بيه. مش لما أنت ليك في النظام ده تقول لي برضه حازم حازم حبيبك. نظام إيه؟ هظبطك. أنت فاهم غلط. على العموم بص يا حازم، أنا هشرح لك كل حاجة بعدين. تشرح لي إيه يا باشا بلبس الألعاب اللي أنت لابسه ده ساعتها؟ حلو؟ طبعا يا باشا ماشي مع الشبكة اللي بره. شبكة إيه؟ الشبكة يا باشا اللي بره. يا باشا عشان كده حضرتك حاططني في الاداب عشان اتستر على جرايمك. يا بجم افهم، انا فعلا ابتديت اجراءات نقلك، بس انت ساعدني. نقل ايه يا ابي وتكلفه ايه؟ كنت مثل الاعلى وخلاص انهارت يا سفاح الاندر ايدج. اخرس ولد حازم. عزمي عزمي حبيبي وحشتني. عزمي انت نمت ولا ايه؟ روحي دلوقتي، روحي دلوقتي. ما وحشتكش يا حبيبي. وحشتني بس. ايه ده؟ فظيع فظيع. اوضتك دي؟ ها اوضتك. ايوه سريرك. ايوه سريرك ده. والحافي بجد. ايوه بجد يا عزمي. أيوه. وحشتني موت يا حبيبي. وحشتني بس روحي دلوقتي بعدين. بقولك ايه يا عزمي؟ الجو ده ما بيصيرش جواك اي مشاعر ناحيتي. مين دي يا عم المثير؟ دي مجموعه من الاندر ايج جايه تسلم عليا. ربنا يوفقك يا باشا. طيب نعم. طول عمري الاولاد معايا بتاكل، شكل الشايب كده هو اللي هيقش. طيب بعدين اقش ازاي وفي جوكر واقف وراكي؟ ايه ده؟ مين ده؟ انا ناجي صاحب عزمي، كنت معاه في الفصل. صباح مع الصبح. صباح الخير تيتا. ايه المنظر زي الزفت على الصبح ده؟ طبعا انا سبتكم تناموا لغايه الساعه 9:30 لان النهارده صباحيتكم، بعد كده الصحيان الساعه 6 صباحا، فاهم؟ الله يبارك لك يا تيتا، الله يبارك لك. 6 الصبح عصب الانسان يزبط. اسكت يا ابو. بص ايه تيتا؟ ممكن يعني طاح يعني اليومين دول نفكها شويه عشان احنا في شهر عسل. شهر عسل ايه يا رؤوف؟ ده هو يا دوبك اسبوع اللي عرفت ناخده اجازه من الشغل. فياريت بقى لو تيتا الجميله تسيبنا ننام الاسبوع ده براحتنا. قلتي ايه؟ الظاهر انكم فاهمين غلط. مش معنى شهر عسل او اسبوع عسل انكم تفضلوا مرنخين في السرير ليل ونهار. تعرف انا وجدك لفينا التراك 5 مرات يوم الصباحيه. اكيد كان في بطوله اوراق مهمه يعني، اصل غير كده مش منطقي يا تيتا. اسمعوا بقى، ما دام هنعيش مع بعض في قوانين في البيت ده لازم تعرفوها. تحت امرك. مصروف البيت هيبقى في ايدي وانتوا هتدفعوا الضعف، لان انا واحد وانتوا 2. العدل والحق ما يزعلش حد بصراحه. الله ينور عليك يا تيتا. قولوا لي بقى ناويين تقضوا يومكم فين؟ هنتغدى بقى وندخل سينما. ما تيجي يا تيتا معانا السينما؟ يا ريت يا تيتا تيجي معانا، الا لو انت عايزه تقيلي. اقيل؟ امسك حاجزه لكم تذكرتين مسرح، حاجه تنور العقل وتجلي الروح. ربنا يخليك يا تيتا يا ام الحنيه. يا مسرحيه ايه تيتا؟ دي مسرحيه عالميه في مسرح الغرفه. مسرحيه يا تيتا غرفه؟ ادفعوا بقى. كم؟ يلا يا حونا بقى يا حونا. يا عيني والله ما في حنيتها ماما والله. منوه حلوه؟ بالحلوه بلا زفت يا رؤوف. ايه مسرح الغرفه ده؟ ايه ده يا ماما؟ شنكلني. انت تقفونا احنا لسه داخلين. ايه ده؟ لما رجلك يا استاذ. كويسه؟ مساء الخير. اليوم سوف أعدم. اليوم هو نهاية الحياة بالنسبة لي. كل أهل القرية فرحون مهللون لموتي، حتى أعز أصدقائي يهلل معهم. لماذا يا صديقي؟ لماذا؟ ربنا ما أعرف حضرتك، أنا أول مرة هنا. هو اللي بيسألني بيقول لي لماذا؟ لازم أقول. الموت يحاصرني، أشم رائحته في كل مكان، أريد الماء، لم يعطوني الماء منذ أكثر من يومين. معك مياه؟ أريد الماء.
فضح حضرتك. ميه ايه يا استاذ؟ ميه ايه؟ سيب الراجل يعيش ويندمج كده، انت هتكسر الايحاء النسبي بتاعه. المصحيه بدات؟ ايوه. طولش على الغفله. بص يا عم، انا وبابا النهارده فطرنا ملح وجبنا ملح زياده عشان لو احتاجنا في القعده. لو سمحت بقى عشان بابا عنده هشاشه عظام. اتفضل يا بابا، اتفضل. يلا بقى وما تكلناش. صفاء بيه انا كمان وقعد علينا والنبي. يا ماما عيب كده، اتفضلي قبليهم. يا بنتي انا ما اقدرش اخرج الا لما البشندي يقول لي. انا جدتي مش خالصه، انا في ايدي الناس. لو ما خرجتيش انا هخرج. استني بس شويه وانا هخرج لهم. استني تركت الدن بكملي بكملي تركت الدن بكملي يا بفره بفره. بيحضر قرش حشيش. ايه فرق فرق في درويسي غارق يجلينا أبي كتول. طب ما تقول كده يا أخي، ما تنكتش علينا. في إيه؟ عايزنا نرقص. صيب أرقص يا تانت أم نوال العينة. حياتي النبي ترمطوبة يا تانت. الراجل ده بهدلنا أنا وبابا جدا. عملوا معروف المطوبة. اعتبروه مربوط. حاسب الشرابة هتحرم. إيه يا هارم؟ حد قالك إن ابني ملبوس؟ إيه يا بشندي ظهر؟ هو إيه يا تانت اللي هيظهر؟ أنت هتحضرها عفريت؟ العقد الألماظ يا حبيبي. لا يا فندم، أنا متفق مع نوال، هجيب دبلتين وموبايل. دبلتين وموبايل؟ إحنا بنتكلم على عقد ألماظ اختفى اتلقط. لاحظ إن كلامك جارح يا طنط. استنى، أنت رايح فين؟ أنت مش فاهم. عقد ايه يا هاني بتتكلمي عليه؟ العقد الالماس بتاعي اللي اختفى وانتوا موجودين هنا يا حراميه يا نور. لا الجرح زاد قوي. يا انت مش معايا. هم العقول يتعدوا. هم يا هانم الطالع كشفهم. طالع ايه ونازل ايه يا عم سلم انت؟ انت عارف مكلمه مين؟ انا درزي حريمي، عمري ما حد سرقني في متر وماشي. مش عقد الماس. بابا انا اسف. انا اسف يا بابا. ارجوك يا تيمور تاخد عمي وتمشي من هنا. ايه اخرتها يا نوال؟ تسرقونا. اخرتها ايه؟ ده احنا لسه في اولها. وانت وربنا اوريك يا بقى يا ابو ثلاث سنين هشيلهم لك. يا راجل يا مقشف. امك راسك لابويا. عشان خاطري امشي دلوقتي. يا بابا انا اسف. يا بابا سيبنا ربيهم يا بابا. وربنا نستناك تحت. بنت يا نوال سيب الحراميه دول وتعالي هنا يا بنت. الحرام اللي واقف جنبك النشال يا صايع. يا راجل يا مقشف. يا معفن يا بقى. معلش يا تيمور امشي دلوقتي وانا هقابلك بالليل. يا ابو بقى فاضي. عدوا البوليس يا خالتي. وانا ناقصك يا حمدي. ايه ده؟ وده حمدي الجواهرجي الحبيب. اوعى ايدك، سيب البدله. سنيه سنيه مين يا معفن؟ بس اوعى. يلا سيبنا اضربها بره. 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 والنفوس مش صافية وشكلها كده عركة كبيرة بين أهل العريس وأهل العروسة، وهنطلع النهاردة من 30 محضر. يا عم اختفى انت. مجموع 31. ألف مبروك يا عريس. ألف مبروك. أمال فين العروسة؟ يا ريتني ما سألت. أهلا وسهلا يا باشا. أوعى أنت كده. أوعى. أهلا يا باشا. اتفضل عند أهل العريس. اتفضل يا باشا جنب أهل العروسة. عند أهل العريس. ولا اهل العريسه ولا اهل العروس. انا هقعد في ارض محايد. ومالك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الف مبروك. الله يبارك فيك. ايه يا اخواني دي البلد مقلوبه بره، مالكم؟ احنا جايين نهدي النفوس. بعدين يعني انتوا برضو اهل وحبايب، ومهما كان دليلته العمر. ها روقوا روقوا. لا مؤاخذه سعاده الباشا،
الفرح بصراحه ما يليقش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان. ده خلى رقبتها زي السمسمه. ايه يا جدعان انت الكلام الماسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم، تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ بذمتك يا سعاده الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها نانسي عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجه يبقى راجل ناقص واطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله اكبر، سعاده الباشا قال الحقيقه. يا راجل يا معفن كلم الحاج. يا نيتن كلم الحاج. يا تحفه ما هي كلم الحاج، هي تقوم ده مرمطك. مش هين عليك تبيع قيراط من القيراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي اتحرق القيراط، هو في اغلى من الضلع. ايوه قول له يا باشي بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي كان دافع مهر عالي يليك ببنتي. لا إيه؟ كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. أيوة لا هقول له. اقول دفع 500 جنيه صراحه، يعني ده مبلغ قليل فعلا. معلش يا حاج، ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش اكتر من كده. لا 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 يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه؟ هي حصاله اعراض. ايه اللي احنا فيه ده اعراض؟ طب وعلي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جد دخلنا في اعراض. الله 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 الله، ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعة، اهدوا بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده، ما تحسسونيش ان انا السبب. مش عشان فكرنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 لحظة يا اخوانا، مش كده؟ ما يصحش حاجات تافهة تأثر فيكم. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زبالة قاعدين فيه. تعالى 18 محضر. انت يا بلدي 19 محضر. ايه بلدينا دي، انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي السباعي، المخبر الخصوصي لحظ ضابط بسيوني راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه الضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. إيه لكن ما قلتليش انت مين بقى؟ لا انا بفضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا نهار اسود الدماغ ده يا باشا، اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني، واتنيل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الظابط البسيوني بتاعك؟ بيولعها جوه يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر؟ ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الظابط البسيوني فين. ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. مش انتباه يا عسكري. مش انتباه بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. اتكلمت عسكري يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان فضفضت مع بعض، ما انت قلت له يا معفن، قال لك يا نتن. يعني شتيمه. انت بتعمل ايه يا حظاظ؟ نجد باشا كمان يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه بشادر والناس بتبوظ بعض وانت واقف تتفرج على الحظاظ. انت هل انت اللي بتضرب بكرسي؟ انا عارفك وعبيتك في الحجز يا فندم. لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15، اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجد الباشا اتصرف بسرعه يا الضابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه. قلت لك اديني البدله خليني امشي. اقول لك خليها لك، انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه. هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك، شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. بنفض ايه؟ بنفض من العريس والعروسه. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اقعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكمه ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس، يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشريه. انا كنت فاكرك وحش لما ازرعك في وسط شويه عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعه هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين انا الاول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك، الاول على دفعتك 4 سنين؟ ما هي دي المصيبه، دي الكارثه.
اللي مش هتخليك تصلح للمهمه اللي انا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصه من فضلك، انا ما خدتش فرصه حقيقيه اثبت فيها كفاءتي. انا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب يا فندم. انا من بكره الصبح حاول في اجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصه اشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. بتعصبك يا فاشل. بتعصبك يا فاشل يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في ايه يا فندم؟ يا فاشل صيحت لي في المكان. انا ليه حساب مع الكلب اللي دبسني فيه؟ طب انا عايزك طب البس هدومك يا باشا. يا دعوه نزلت الأول بدل ما فقاعة على الأرض. طيب آخر الطرق يمين. يا خالتي يا خالتي يا خالتي يا بحب عمري وعشق الحبات. اوعى كل فكراني لوحدي، الواد زمايكا كان محسور قوي. لعبت لكم بنصيبة وانا اقول النسوان بتخلص من البلد، اتاريكم مصرفين هنا. قالت لكم اللي هتربيكم ست واصله ومخاويه يجي 20 عفريت غير اللي شفته دلوقتي. انت هتخوفيهم مني ليه؟ هم 19 بس. ده انت ستك واصله لحد هنا يا خالتي في الباب. صل على الله. اهلا اهلا اهلا، ازيكم يا نسوان يا رمه؟ شكلكم متمرمغين في الفراش. اكل العيش مر يا خالتي. اكل العيش؟ وانت يا بنتي شبكه ولا سناره؟ سناره يا خالتي سناره. عشان املك ان شاء الله اللي بتلعبي بيهم دول ان شاء الله. وانت بان يا بكده يا معفنه. وانت منوعات كله على كله يعني. الله يخرب بيكم، فتحتونا في شارع الجامع الدول العربيه. ما بنزلوش ده شارع الهواء. قال يا كدابه. طب انا هغلب نفسي ليه كده؟ متر وعشرين سنتي كده راحوا ال 20 سنتي. طب اوديهم فين؟ معايا 19 عفريت، لو ناموا هنا هيرسموا على النسوان دي، ولو ناموا هنا النسوان دي هترسم عليهم. بصوا كل واحد بقى نمكن باخوه ساعه بعضيكم لحد ما اشوف لكم حته واسعه. استنوا اقول لكم. يلا مرة شويه من هنا، يلا من هنا، سيب من هنا ما فيش هنا ثاني. يلا يلا اتحركي اتحركي. يلا المكان مكاننا والسجن سجننا. براحتكم مكاننا. ايه يا ابنيه اللي انت بتعمليه ده في الناس؟ ما تخافيش. انا ما خافش يا الدلعات. يلا لم عفريتك وقعد على جنب. الله، طب هم جابوا سيرتي بجيب سيرتهم ليه دلوقتي؟ ده اصغر واحد ينزل يململي. الشوايه اللي بتعمليهم دول ما يخلوش عليا. شوايه؟ انا بقول شوايه؟ انا بقول شوايه؟ انت شوايه؟ يلا يا ولية انت وهي كل واحد على سريرها. يلا ناموا. ما هو كام رقصة بقى من بتوعك دول هترجعي لي عيل صغير؟ لا قولي يا ببليو. نعم. هو ده لون عينك حقيقي ولا عدسات لاصقة؟ لا أنا مولود ملعون. والنبي مش لاصقة؟ لا. ربنا يحميك. عينيك عينين بقر. الله يخليك. صوابعك صوابع موز. النبي آخر خمسة فاضلين عندي. أنت كان عندك أكتر من كده؟ كنت وارثة 40 عن أمي، بعت ال 35 عشان أطلع الدور الرابع. بعتيهم فين؟ انت خليك معايا انا يا ببلاوي. ما شاء الله عليكي طول عمرك شغلي. ايه؟ مين اللي قالك كده؟ مين؟ وانا طرطوره؟ يا نهار اسود. حصل امتى؟ مين ده؟ هو عندك عربيه؟ ايوه عندي. شديده؟ ايوه. تعال وصلني. انت بتكلمي مين؟ انتوا مالكوا؟ سيبوه هو. ايوه مالكوا. تعال تعال تعال. اما انت يا اخويا ترزي شقتك، ما تفصل لك عربيه اكبر من كده. استنى عليها بس تمشي شويه وهي هتبقى مريحه وواسعه. تمشي ايه ده؟ انا راكبه بطه. لا على العموم لو مش عاجباكي هجيب واحدة جديدة. ودي دي تيمور ابن. يا بلاش تيمور، لو ولع فيها دلوقتي الواد خلفان. شكرا. روح انت بقى يا بول. ده كلام؟ اروح ده ايه؟ ده انا ما صدقت بقينا لوحدينا. انا هنزل معاك شويه. لا استنى اسمع كلامي، احسن لك واسلم لك روح. اروح ايه؟ ده انا لسه جوايا كلام كتير
لازم اقوله لك. طب يا اخوان انت حر بقى. طبعا. الله الله، ليه كده ليه كده؟ هتقلبوا علينا ليه؟ تعالى ضيف، ايه كده؟ الله الله، ايه كده؟ امسك نفسك يا اخوان، ايه كده؟ لا ما ترى ايه؟ لا لا مش خفيف يا عيا. الله الله الله، كنت برويلي كمان؟ مش انت كده ولا ايه؟ تنزلوا ايه؟ تل؟ اوعى حرام عليك تل تاكل نزلة شعبية. بس بقى كفاية الراجل هيكمل. يا ريت مش يا ليمون. كفاية كفاية الراجل هيكمل. اوكي اوكي بلاوي، امشي من هنا في بجندك يا الله. امشي امشي ده ايه؟ ده انا ما صدقت الجو اتعدل وبقى زي الفل. في كلام عايز اقوله. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين الراجل ده؟ الله، كنت سنك كام؟ اسكت انت، ما جاءت بك الى هنا ايها الفارس، تكلم معي بطلاقه. معي رساله يا مولاي. من وما فحواها؟ امير البلاد يطلب شراء هذا العبد الابيض مقابل 15 دينار كاش. في ايه يا اخويا 15؟ ليه هو قرد؟ ده انا بايع واحد زي بالظبط الجمعه اللي فاتت ب 100 يورو. تبيع مين يا ست انت؟ اسكت انت بقول لك. اسمع ايها الفارس، اذهب الى اميرك وقل له انه رجل عجوز لا يقدر على العمل. بالسلامه. قشطه، براحتك. سلامه، ما براحتي يا حبيبي. باي باي. في داهيه. انفض ببنتك وغور من هنا بقى. انا بعد ما شفت الفيلم ده قلبي جامد. تعالي عاوزك في كلمتين. يوسف. ايه ده راخر؟ ده احدب. مالك يا احدب؟ ما عملت ده حاجه فينا يا طول مره. ولا انت ما بيك ده صديقي. صديقي يا فجري. يا فجر يا غليل الحياه، صديقي انني اسم من وراءه رائحه الحب نحوك، وانا الذي يحبك. وانت مالك؟ انا لا بدي شكلك ولا وشك. ساقتله يا المراه. انا الذي ساقف له لاحدا. ستقفين له؟ أيوه. يا الساعه كم دلوقتي؟ مش عارفه بس ساقف له. انت في عنا حيا بنا ايها المراه. ساقتلك. تعال ايها المراه. غلبان غلبان. يلا يا ابو ادم معبي. يلا يا ابو ادم. والله وقعت يا خلانوسه.